بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصادق الوعد الأمين، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. اللهم صل عليه وعلى آل بيته وعلى صحابته الغر الميامين، وارض اللهم عن السادة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي من الزاهدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الملتقى الشبابي الذي يعنى به في المقام الأول شباب الدعوة الإسلامية، ثم خصوصا نخص شباب دعوتنا السلفية. وفي مقدمة هذا الملتقى نرحب بضيفنا وشيخنا الشيخ الدكتور حازم شومان حفظه الله تعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خطواته في ميزان حسناته. ونرحب بشيخنا الشيخ مصطفى دياب حفظه الله تعالى. ثم بإذن الله تعالى كلامنا اليوم عنوانه لا يخرج عن تأييدنا لهوية بلدنا الإسلامية، هذا البلد الذي دخله المسلمون الفاتحون، فإذا بهم يخرجون أهل الكتاب من الظلمات إلى النور، ومن الظل إلى العدل، ومن الشرك إلى التوحيد. فعاشت مصر في كنف الدولة الإسلامية أزهى عصورها، بعد أن كانت تباد بأيدي من كانوا على مثل ملتهم وإن خالفوهم في طوائفهم. عاش الرومان يضطهدون النصارى في مصر أكثر من 3 قرون، يضطهد فيها النصارى، يقتلون ويشردون، بل إن بابا الإسكندرية طلد هربا من أن يلحق به ما ألحق بأخيه، ذلك الرجل الذي أحرقوه بالشموع حتى سال جسده أمام أعين الناس. وهم يحافظون على هويتهم وعلى طائفتهم، والرومان يكيلون لهم بأنواع العذاب ما الله به عليم، إلى أن جاء الفاتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، فإذا به يرجع العدل المفقود إلى البلاد والعباد، وإذا به يرجع بطرك الإسكندرية إلى كرسي بابويته، وإذا به يعلن أن هؤلاء أهل ذمة، أن هؤلاء أهل ذمة، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأن يكونوا مؤمنين على بيعهم وصوامعهم وأديرتهم. ثم إذا به يعلن ما أعلنه عمر رضي الله عنه وأرضاه من هذه العهدة العمرية التي أعطاها لأهل إيليا. ثم إذا بالزمان يدور، وإذا بالخلافة الإسلامية تسقط، وإذا بالعلمانيين إذا بهم تنقاض إليهم البلاد، وإذا بهم يعيثون في الأرض الفساد ويبغونها عوجا، ويريدون أن يفصلوا دين الله عز وجل عن عباد الله وعن البلاد أجمعين، ويظلمون إسلامنا، ويظلمون ديننا، ويظلمون قرآننا لتسويتهم بين ذلك الدين القيم وبين أديان أخر. علم القاصي والداني أنها بدلت وحرفت بشهادة خالق الخلق جل في علاه. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. إن دين الإسلام هو الدين الوحيد الذي أنزله الله عز وجل من السماء. تعددت الشرع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن الدين الذي أنزله الله على جميع أنبيائه هو دين الإسلام من لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عاشت البشرية جمعاء أزهى عصورها لما كانت تحت مظلة الإسلام، حتى أهل الكتاب لم يعرفوا العدل سوى في بلاد الإسلام وتحت مظلة الإسلام، حتى يأتي خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يغتصب يهودي ظالم منه الدرع، والدرع ملك لعلي، فيختصمان علي أمير المؤمنين وذلك اليهودي الذي هو من الأقلية التي لا تمثل شيئا في الدولة الإسلامية، يقف خصما أمام خليفة المسلمين أمام القاضي شريح، فإذا بالقاضي يكني عليا يا أبا الحسن، فألهاه علي أن يكنيه ثم يترك تكنية اليهودي، فإذا به يطلب من علي بينة على أن الدرع درعه، ولكن عليا رضي الله عنه وأرضاه لم تكن معه ثمة بينة، فإذا بالقاضي يحكم للدرع لليهودي، يحكم بالدرع لليهودي، فينظر اليهودي درع مغتصب من أمير المؤمنين، ويكون القاضي المسلم الذي يحكم بيني وبين الخليفة يأمر بالدرع لي. إن هذه هي شيم وأخلاق الأنبياء، إن هذا هو الدين الحق، فالعدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. عاشت البشرية أنقى وأطهر العهود عندما حكم شرع الله عز وجل، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفقهون، وإنما يبغونها عوجا. أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن حكم الله عز وجل في المسلمين هو أمر الله عز وجل، كما أن الخلق خلقه فإن الأمر أمره، ألا له الخلق والأمر. سبحانه وتعالى هو الحاكم سبحانه وتعالى والمشرع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هل زبالات عقول البشر التي استوردناها من الغرب تارة ومن الشرق تارة أخرى، هل أفادت بلدان المسلمين بشيء، أم أنها قزمت مجتمعات المسلمين وجعلتهم شراذم وجعلتهم في ذيل الأمم؟ تتلاعب بنا يهود ونصارى، شيوعيون جذر من يهود، صليبيون في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا، فصرنا كالفريسة للكلاب. وصدق فينا قول نبينا يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال
قالوا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. لماذا استأسد علينا يهود؟ لماذا استنصر علينا الغرب؟ لأننا خلفنا كتاب ربنا وراءنا ظهرية، لأننا استبدلنا شرع الله عز وجل بهذه التشريعات الطاغوتية الكفرية. الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحكم بشرع الله عز وجل هو مقتضى توحيده سبحانه وتعالى، توحيد الألوهية، العبادة، توحيد القصد والطلب. إن الحكم إلا لله، توحيد الربوبية. فإن الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. كيف اتخذوهم أربابا؟ كيف أشركوهم في الربوبية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي، والحديث وإن ضعفه البعض إلا أن العلامة الألباني قد حسنه، قال عدي يا رسول الله والله ما عبدناهم، يعني لم نسجد إليهم، لم نصلي لهم، ما عبدناهم. فقال صلى الله عليه وسلم ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. فالحاكمية من توحيد الإلهية والربوبية، ثم إنها من أسمائه سبحانه وتعالى، فهو الحكم وهو الحكيم، له الحكم لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى عما يشركون. ولذلك نقول لماذا يحال بيننا وبين ديننا؟ لماذا يحال بيننا وبين شرعة ربنا؟ إن كل أمة تتمسك بمنهاج لها تبني عليها حياتها، منهج حياة لها. ما منهج الماركسية إلا تعاليم ماركس؟ ما منهج الهنود إلا تعاليمهم وتعاليم آلهتهم؟ البوذيون، الزرادشتيون، وهؤلاء جميعا، كل الحضارات تفتخر بأنها حضارة لها وزنها ولها ماضيها وتاريخها ويحتكمون إليها. بل إن الكثيرين يمتنحون حمورابي لأنه قد شرع أول قانون يعرفه الناس، أول قانون قد كتب. فلماذا المسلمون فقط هم الذين يحال بينهم وبين أن يحكم فيهم شرع الله عز وجل؟ وشرع الله إنما وضع في الأرض لإقامة لسياسة الدنيا بهذا الدين، وهذه وظيفة الأنبياء، إقامة الدين وسياسة الدنيا بذلك الدين. فلماذا الفصل؟ هذا ظلم وغضل لدين الإسلام أن تسوي دينا سماويا بأديان أرضية، أن تسوي كتابا لم تمسه يد التحريف بشيء، بل محفوظ بحفظ الله، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كيف نسوي كتاب الله بكتب تلاعب بها الأحبار والرهبان وبدلوها ونسبوها إلى الله زورا وبهتانا؟ لما ظهرت الثورة الفرنسية، ماذا كان السبب؟ ما هي أسباب ظهورها؟ أسباب ظهور الثورة والتي أعقبها الحكم العلماني هو أن الأحبار والرهبان تسلطوا على رؤوس العباد، وكان حكمهم حكما إلهيا، هم بالنسبة لهم آلهة، لأن عندهم نص بيقول كل ما تحلونه في الأرض يكون محلولا في السماء، وكل ما تربطونه في الأرض يكون مربوطا في السماء. فهم يوحى إليهم بإلهام منهم إلى الله، فأحكامهم أحكام إلهية. يبقى الناس شايفاهم يمثلون آلهة تمشي على الأرض، وكتبهم محرفة لا تنفع أحدا، وليس فيها أي تشريع يصلح للعباد. فأصبح الغرب مقهورين من قبل هذه التشريعات ومن قبل هؤلاء الساقطين
الأحبار والرهبان الذين فشى فيهم الزيف والغش والفساد والانهيار الأخلاقي، ومع ذلك يصنون أنهم ممثلون للإله. فضاقت أوروبا ذرعا بهذه الدولة الدينية التي تقوم على دين محرف، حتى إن العلماء يقتلون ويحرقون إذا خالفت الحقائق المكتشفة من قبلهم الكتب المقدسة. فأصبح العلماء يحكى حال جلالي وحرق لماذا لاختراعه هذه الاختراعات. فنقول هؤلاء خرجوا من دينهم وخلعوا عباءة هذا الدين وقالوا اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قس، لأنهم أرادوا أن يخرجوا عن التقليد الملكي وأن ينفروا من الدين. فظهرت الحضارة وظهرت المدنية وظهرت الدولة العلمانية التي فصلت الدين المحرف عن واقع الدنيا. صلوا في المساجد، اعبد ربنا في المسجد، ما تطلعش. صلوا في الكنائس، ما تطلعوش. كان دي حياتهم وعندهم حق. هل احنا زيهم؟ هل قرآننا فيه حقيقة واحدة تخالف العلم، ام انك تسمع كل يوم عن مؤتمر للاعجاز العلمي، حقائق علمية في القرآن وفي السنة النبوية؟ هؤلاء ادعوا العصمة، اما نحن فيقف عمر يقول للناس اسمعوا واطيعوا، فيقول احد الرعية لا سمع لك ولا طاعة، ثم يقول لانك فعلت كذا وكذا وكان مخطئا، فيقول عمر لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها. تقوم امرأة وهو يتكلم عن المغالاة في المهور فتقول يا امير المؤمنين الم يقل الله واتيتم احداهن قنطارا، فيقول اصابت امرأة واخطأ عمر. فالعصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأي تخوف من ان يحكم شرع الله في العباد، بل ان الديمقراطية التي اوجعوا بها ادمغتنا، هذه الديمقراطية المزعومة يقولون الاغلبية. طب احنا 95.4% مسلمون، ده مش احصائياتي، دي احصائيات مراكز بحثية امريكية لعام 2009 بتقول مصر 95.4% مسلمون و4.6% نصارى ويهود وديانات اخرى. فحتى الديمقراطية تقول احكموا اغلبية هذا الشعب بما يراه الاغلبية، والاغلبية بفضل الله متدينة. وهذا الذي يخاف منه العلمانيون والليبراليون، ليه مش عايزين تعديلات؟ وليه احنا بنقول لهم عايزين؟ هم بيقولوا لا. ليه؟ لانهم لا، بداية ليس لهم رصيد في الارض، لان الشعب المصري شعب ذكي وشعب متدين من فطرته بفضل الله. النقطة الثانية ان هؤلاء يبغون عوجة، عايزين ان يحصل دستور ملفق يتعمل وبالتالي يتم حذف المادة التانية اللي احنا شايفيننا مستمتين عليها. انما لو حصل، نعم الدستور لم يمس المادة التانية، لم يمس هذه المادة الثانية، التعديلات 9 تعديلات، مفيش مادة منهم خاصت الباب الاول اللي هو كان فيه المادة الثانية من الدستور، فمش عاجبهم. فايه الحل؟ الحل مش عايزين تعديلات، وبعدين ونعمله دستور جديد، وبعدين يتعين بعد كده رئيس جمهورية ويجي بعد كده مجلس الشعب بعد سنة عشان احنا فاشلين سياسيا. فشلتوا ليه؟ اصل مبارك كان جاي مع المسلمين كأنه كان عمر بن الخطاب. مبارك كان عامل كده موانسة مع الانظمة الاخوان والسلفيين والكلام ده، وكأن هؤلاء العلمانيين لم يروا الظلم البين الذي رآه الإسلاميون في هذا العهد والعصر البائد الذي تسلط علينا هؤلاء الفراعنة. هو مين اللي كان بيتمسك بالبيوت الساعة 3 الفجر، العلمانيين ولا الإسلاميون؟ مين اللي كان ما يتدخلش في المناصب وما يخشش الوظائف
عشان نلتحي وعشان ننتقده ما تخشش الجامعة. المتبرجات العلمانيين ولا المسلمات العفيفات؟ هو مين اللي كان يمنع ان هو يكون في مركز في جامعة او مركز قيادي؟ احد المشايخ عرضت عليه الوزارة بس احنا لحيته ويسيبه من انتمائه للدعوة، هيبقى وزير ليه؟ هذا الاضطهاد لم يره الا الاسلاميون. من مشايخ الدعوة لم يعتقل؟ قولي لي واحد. من شباب الدعوة لم يذهب الى مكاتب امن الدولة؟ اللي بيقولوا العلمانيين اللي كانوا عايشين يسبحون بحمد مبارك ويقدسون له، هم دول اللي كان مبارك بيقول ان هم المقموعين واحنا اللي الدنيا مفتوحة لنا؟ يعني هذا تزييف للحقائق. يقول لك اصل احنا ما خدناش وقتنا. ما خدتوش وقتكم؟ قدامكم وقت. قدام احنا النجاه دي مش انتخابات برلمانيه، ده استفتاء بكره، ده قولوا نعم او لا، استفتاء. اشياء كثيره نتكلم باذن الله تعالى فيها، ولكن لان طبعا معنا الشيخ حازم واتى مرهقا من ندوه كانت في كفر الدوار، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عمله في ميزان حسناته وان يثقل موازين حسناته يوم يقوم الاشهاد لرب العالمين. والان مع كلمة الشيخ حازم. الشيخ مصطفى. مع كلمة الشيخ مصطفى دياب، وعنوانها قطاع الطريق الى الله. مبارك كان كاتم على نفسك اول. مبارك كان كاتم على نفسك اول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بهذه الأحداث التي توضح لنا أن قطاع الطريق إلى الله عز وجل كثير، وليس في عصرنا فقط، ولكن منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقبل عصر النبي صلى الله عليه وسلم قطاع الطرق كثير. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أراد أن يذهب إلى المدينة، فبينما هو في طريقه إلى المدينة استوقفه أهل مكة فقالوا له قاطعين عليه الطريق: أين تقصد؟ قال: أقصد المدينة. قالوا: بل تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: بل أقصد المدينة. قالوا: بل تقصد محمدا صلى الله عليه وسلم. قال: بل أقصد المدينة. فما تركوه حتى أخذوا عليه العهد والميثاق ألا ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وألا يحارب معه. عرفتم كيف قطعوا الطريق على النبي صلى الله عليه وسلم؟ حذيفة كان يريد الوصول إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قطاع الطريق منعوا حذيفة من الوصول إليه صلى الله عليه وسلم. هذا المشهد يتكرر كثيرا. فهذا الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه أراد أن يصل كذلك ويعرف عن الإسلام ويتعرف على هذا الدين العظيم، لكن قريش أخذت تشيع له أن هذا الدين دين إرهاب ودين تطرف، وأنه جنون، وأنه شعوذة، وأنه كذا وكذا، وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يسحرك. لكنه مع أنه كان لبيبا أديبا وضع القطن في أذنه، حتى لا يسمع شيء من النبي صلى الله عليه وسلم. إعلام كاذب يجعل كل واحد منا يضع القطن في أذنه، لا يسمع الحقائق، لا ينظر إلى أهل الحق والصلاح. وذلك بفعل هؤلاء السحرة، سحرة هذا الحاكم وغيره وأزناب الحكام. سحرة ما زالوا موجودين، فالصحافة والإعلام ما زال موجودا كذلك، يغير الحقائق ويزيف الحقائق على الأمة
وعلى أبناء هذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بأيدي أصحابه ليعبروا وليصلوا إلى مرضات ربهم تبارك وتعالى. ولكن أقول إن قطاع الطرق إلى الله عز وجل كثير كثير، ولكن قد تكون أنت واحد من هؤلاء الذين يقطعون الطريق إلى الله عز وجل. قد تكون زوجتك، قد يكون أولادك، قد تكون أموالك، كل هذه الأشياء قد تكون عائق ومانع من الوصول إلى الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لو كانوا على غير الهدي، لو كانوا على غير الدين، لو كانوا على غير الملة، سوف يحرفوك عن الطريق، سوف يبعدوك عن طاعة ربك تبارك وتعالى. ولذا يجب علينا أن نهتم بتربية أبنائنا وتربية بيوتنا حتى لا يقطعوا الطريق علينا. كذلك قال ربنا تبارك وتعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الأموال ربما تكون عائق، ربما تكون فتنة، العبد يهتم بجمع الأموال وتكريس الأموال وإحصاء الأموال، فتشغله عن ذكر الله، تشغله عن طاعة الله، يريد أن يحج، يريد أن يعتمر، يريد أن يبذل، يريد أن ينفق، لكن الشيطان يقف له بالمرصاد: تنفق، تقل أموالك، تضيع نفقاتك، فيحجم، يحجم عن الإنفاق، يحجم عن البذل في سبيل الله تبارك وتعالى. أنت من يتخذ العدو، أنت الذي يختار لنفسه العدو. تتعجب كيف أن الإنسان يختار لنفسه العدو؟ ممكن واحد يختار لنفسه عدو؟ ممكن إنسان يختار لنفسه عدو؟ ونعم، قال الله عز وجل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يمشي أحدنا خلف الشيطان، يمشي أحدنا خلف أهوائه، خلف شهواته، خلف رغباته، اتخذ الشيطان وليا ويظن أنه على الهدي، أنه مهتدي، أنه على الصراط المستقيم. يقول: الإيمان في القلب، قلبي أبيض، أنا مش مشكلة صلي، مش مشكلة صوم، المهم أن قلبي يبقى أبيض. أبيض إيه؟ أي بياض هذا؟ بياض بلا صلاة، بلا صيام، بلا ذكر، بلا إيمان، بلا توحيد، بلا إقبال على الله تبارك وتعالى، هذا ليس بياض. إنما الإنسان إذا أخلص لله عز وجل وإذا أقبل بقلبه على ربه تبارك وتعالى فتحت له الأبواب، وأقبل الله عز وجل عليه وينال من بركات ربنا تبارك وتعالى. الإنسان نفسه هو الذي يتخذ لنفسه العدو، هو الذي يختار لنفسه العدو. ربما الأسرة تضيق عليك، الأبوان يضيقان عليك، والله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن لو أمراك بغير طاعة الله عز وجل، لو أراد قطع الطريق عليك، ممكن تنسين تصلي، لا ما تصليش، عايز تكون في وسط إخوانك، لا ابعد عنهم. كان زمان، مش زمان قوي يعني، لسه يدوك من شهر، اوعى تدخل مسجد السنية، دول ممكن يتقبض عليك. لكن اعتقد دلوقتي اللي ما يدخلش مسجد السنية ده مش عايز يلتزم، ده مش عايز يلتزم. اليوم يومك، الان من كانت عنده اي حجة يخاف من الالتزام، ما الذي يجعلك تخاف؟ ما الذي يجعلك تخاف؟ الاخ دلوقتي قاعد يقول مبارك 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 مبارك. الكلام ده كان بيقوله قبل كده اخوانا، كان بيقوله، لكن مش بالمنظر ده، مش بالمنظر ده. وممكن من شهر ونص لو قالوا كان زمانه دلوقتي عيشوا حلاوة بقى، عيشوا حلاوة وجبنة والله المستعان، بقى فول بالسوس وهو قدرة.
إذن الأحوال تغيرت، وهذا عجيب، هذا عجيب. لو نظرت للأحوال تقول مين ممكن يحرك الحكام دول، مين ممكن يغيرهم؟ لو عدنا نحسبها بالورقة والقلم، تيجي نعمل انقلاب عسكري تلاقيها مش جاية، تيجي نعمل اضراب تلاقيها مش جاية. انت ويهمهم ده، انت 80 مليون، لو في مليون اضرب مش مشكلة، في مليون ماتوا مش مشكلة. ده كان وزير داخلية سابق كان بيقولك لو خمس المجتمع مات مش مشكلة، مش مشكلة. وانت تبص كمان للقذافي دلوقتي يقولك انا الشعب جاي، هو كان كام؟ 2 مليون، دلوقتي بقوا 5، اكنه كان بيولدهم ويخلفهم، كان عامل مفرخة عايز يهدي عليهم لغايه ما رجعهم 2 مليون تاني. هذا جنان، سبحان الله. ايه الحكام دي؟ الحكام دول يحكمون المسلمين؟ هذه العقليات تحكم المسلمين؟ ده ولا ميكي ماوس؟ ما هذا؟ امر صعب ان ترى مثل هذه العقليات ومثل هؤلاء الحكام يحكمون بلاد المسلمين. اذا نحن امامنا الطريق حتى نعبد ربنا تبارك وتعالى. الطريق الان مزلل، ممهد، معبد. ما الذي يمنعك من الالتزام؟ ما الذي يمنعك من الالتزام؟ اللي يمنعك انت. انت تقول ازاي انا امنعني من الالتزام؟ انت تمنعك من الالتزام ازاي؟ اخلاقك، سلوكك. انظر كيف ربى الله عز وجل هذا الجيل في وصية لقمان. لقمان يعظ ابنه ويقول يا بني، انتبهوا انتبهوا ايها الاحباب، يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. ما هذا الكلام العظيم؟ الجيل يتربى على المراقبة. اعلم ان الله يراك. تخيل انك انت فعلا موقن بان الله يراك. هل يمكن ان تدخل على القنوات الفاضحة الاباحية؟ هل يمكن ان تدخل على النت في المواقع المخلة؟ هل يمكن ان تعصي ربك عز وجل؟ هل يمكن ان تتوارى في هذا الشارع وفي هذه الحارة وفي هذا الزقاق كما يقول القذافي وتعصي ربك؟ هل يمكن؟ هل يمكن ان تتوارى في حمام او في غيره وتشرب الدخان والمخدرات وتبيع وتشتري وتتاجر لو انك موقن بان الله يراك؟ هل تقدم على هذا العمل؟ هل يمكن ان تقدم على هذا العمل وانت تدرك ان الله عز وجل يراك؟ يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. هذا الذنب الذي تفعله مهما كان صغير، لو فعلت هذا الذنب في صخرة داخل بطن الارض او في السماوات يأتي بها الله. ان الله لطيف خبير، يعلم ما دق وما خفى وما لا يراه احد، يراه الله ويعلمه الله. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان. الله اكبر. لو ان احدكم يعمل في صخرة صماء، لو الواحد مننا بيعمل ذنب جوه صخرة صماء، عارفين الزلطة؟ تخيل نفسك جوه زلطة مقفول عليك، مقفول عليك وبتعصي ربنا، ليس لها باب، ليس لها شباك، لا قوة ولا باب. هل يمكن ان يطلع عليك احد؟ هل يراك احد؟ لا يراك احد. الله عز وجل يراك. لو ان احدكم يعمل بمعصية الله عز وجل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب، يعني مفيش منفذ تخرج منه هذه الذنوب والمعاصي، لخرج عمله للناس كائنا ما كان. الله يفضح هذا العمل، الله يكشف هذا العمل. كيف خرج؟ الله رآه،
تخيل لو انك فعلا تؤمن بان الله يراك، هل من الممكن انك تخلو بنفسك وتغلق الابواب وتعصي ربك وتفعل كذا وكذا وكذا؟ وكلنا يعرف، كلنا ادرى باحواله هذه الحواجز، من الذي يضعها؟ هذه العوائق من الذي يضعها؟ هذه السدود الفولاذية من الذي يضعها؟ هذه الحوائل بينك وبين ربك من الذي يضعها؟ أنت من اختار هذا الطريق، أنت من يغلق على نفسه الباب، أنت من يضع يده على زر الكيبورد ويفتح المواقع المخلة وينظر ويفعل ويفعل، أنت من يفعل هذا. إذن من الذي يقطع الطريق على من؟ من الذي يقطع الطريق على من؟ أنت تقطع الطريق على نفسك. كيف هذا؟ نعم، أنت تقطع الطريق على نفسك. ولذلك يجب علينا أن ننتبه أن الله عز وجل يرانا ويحاسبنا. والعبد يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم يصف حال بعض الناس حال مرعب. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بأعمال مثل جبال تهامة بيضاء، حسنات يجعلها الله عليهم هباء منثورا، أعمال مثل جبال تهامة، أكبر جبال في شبه الجزيرة العربية، أعمال تخيل أنك أنت عملت أعمال زي الجبال. يوم القيامة هذه الجبال من الأعمال الصالحة يجعلها الله عز وجل على صاحبها هباء منثورا، غبار لا وزن لها ولا قيمة لها. كيف؟ مجهود العمر. من السبب؟ يجعلها الله عليهم هباء منثورا. الصحابة اترعبوا فزعوا، قالوا: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا، عرفهم لنا مين دول، خايفين لحسن يكونوا هم زيهم، خايفين لحسن تكون الصحابة زيهم، خايفين لحسن يكون فيهم صفة من صفات هؤلاء الناس. قالوا: صفهم لنا يا رسول الله. الوصف مرعب، الوصف مخيف، هم من جلدتكم، إخوانكم، يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، يعني بيصلوا قيام، دول بيصلوا قيام يا أخوانا، يعني دول ملتزمين ولا بتوع شارع؟ دول ملتزمين، دول بيأخذوا من الليل كما تأخذون. أمال إزاي الجبال الحسنات دي ضاعت؟ ده التراب، لا دي بقت هباء، لأنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. تدخل تصلي وتصوم بالنهار وتيجي بالليل تدخل على المواقع الإباحية وتقفل على نفسك الأوضة وتعمل كذا وتعمل كذا وتعمل كذا، تفتكر ربنا مش شايفك؟ تفتكر الله عز وجل لا يراك ولا يعرف ما تفعل؟ ضل من يعتقد هذا. ولذلك يجعلها الله عز وجل عليهم يوم القيامة هباء منثورا، لا قيمة لها، لا وزن لها، ضاعت، أصبحت كأن لم تكن، بل بخسارة. لماذا نضع أنفسنا في هذا الموضع؟ لماذا نقطع الطريق على أنفسنا؟ كانت أعمال زي الجبال، كان ممكن تدخلنا الجنة بإذن الله. ليه قطعنا الطريق على نفسنا؟ ليه ضيعنا أعمالنا بمعاصينا بذنوبنا؟ نسينا إن ربنا شايفنا. أبسط حاجة إنك نسيت إن ربنا شايفك. مش ممكن تظن إنك ربنا مش شايفك، مش ممكن، تكفر والعياذ بالله. لكن نقول نسينا، والعبد بينسى، لكن يجب عليه أن يفيق وأن يعود وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا
فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. من يعش عن ذكر الرحمن، من يبعد عن ذكر الرحمن، من يترك ذكر ربه، طاعة ربه، صلواته، عبادته، بذله، دعوته، عمله لدين الله عز وجل، من ينحرف عن طريق الله، من يقطع الطريق على نفسه، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. ايه رأيك لما يبقى صاحبك هو الشيطان، لما يبقى زميلك هو الشيطان، كيف يكون حاله معك؟ وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. يصدك عن ذكر الله، يصدك عن الطاعة، يصدك عن الالتزام. تيجي تصلي يقول لك يا عم، تيجي تقرأ قرآن يا عم، انت لسه شاب، انت لسه صغير، انت لسه انت. والانسان لما يموت، والموت يأتي بغتة، والعبد لما يموت وينتهي اجله يندم اشد الندم يوم القيامة. ولذلك كان من اخطر النوعيات التي تصدك وتمنعك وتقطع الطريق، طريقك الى الله عز وجل، تقطع عليك الطريق اصدقائك، اصدقائك اصدقاء السوء الذين يرشدونك الى الضلال ويأخذوا بيدك الى الانحراف والى البعد عن طريق الله عز وجل. كم مرة تحب ان تدخل المسجد وزميلك هو اللي يقول لك يا عمي خلينا نلعب، يا عمي خلينا نتمشى، يا عم خلينا نعمل ونخلي ونسوي. كم مرة انت طيب، انت عايز تقرب لربنا، لكن صاحبك كما قال الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يسحبك الى ما يريد، الى معصية الله، الى الغواية. اذن يوم القيامة يكون الندم اشد، ويوم القيامة امر رهيب. الانسان في الدنيا لما بيندم او يفوته حاجة مهمة بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ بيعمل ايه؟ حد يقول بسرعة كده بيعمل ايه؟ على صبعه. ايده ايه يا حاج؟ ايده دي في الاخرة، في الدنيا بتعدى على صبع واحد او كده، اي طريقة، المهم انك بتعدى على صبع، ندمان ان فاتك الخير ده. لكن يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه 10 صوابع، ويوم يعض الظالم على يديه، ندمان ليه؟ زعلان ليه؟ حزين على ايه؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. صديق، حبيب، حميم. ليه؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. هو ده حال الشيطان، يضحك عليك ويستزلك. بس الشيطان ايه اللي دخله في الموضوع ده؟ كان اولها صاحب، اولها كان صاحب. صاحبك ما كانش لوحده، صاحبك كان معاه واحد تاني. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. صاحبك بقرينه جولك، سحبوك، اضلوك، قطعوا عليك الطريق على ربنا سبحانه وتعالى. تيجي تبطل سجاير ولا تبطل مخدرات يقولك مش هتقدر، جلد في دمك، مش هتقدر تبطل. رحت مصحة ما رحتش مصحة، خلاص انت بقيت مدمن، انت نهايتك مدمن. اقتل، اسرق، اعمل، خلي، سوي، ويقطع عليك الطريق. يعني مفيش عودة؟ ازاي؟ ده اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دول يا اخواننا كانوا كفار، كانوا كفار. هو حد فاكر ان اصحاب النبي كانوا مسلمين؟ دول كانوا كفار. وبعد كده هو لما جه الرسول عليه الصلاة والسلام امنوا واسلموا وتركوا الخمور، وتركوا كل ما حرم الله، زنا تركوه، ربا تركوه، كذلك الخمور تركوها، ما كانش فيها هو مخدرات، لكن لو كان فيه كانوا تركوها، كانوا تركوها، تركوا كله لله سبحانه وتعالى. احذر ان تندم يوم القيامة، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني. بيتمنى ايه؟ بيتمنى يمشي ورا الرسول صلى الله عليه وسلم. الزم غرزة،
اللي منعك ما تمشي وراه، ما تتبع امره، اسلك طريق الهدى ولا يضرك قلة السالكين. قال هذا الرجل يوم القيامة يوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلته ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ايها الاحباب، اصدقائك، اصدقائك احترس ان يكونوا اصدقاء سوء فيقطعوا عليك الطريق، ولكن صاحب التقي، صاحب النقي. طب صاحب السيء ده اعمل معه ايه؟ صاحب المدمن ده اعمل معه ايه؟ صاحب اللي بيشرب سجاير ويمشي مع البنات اعمل معه ايه؟ اعمل معه ايه؟ اعمل ايه؟ مش عارفين. ادعوه الى الله سبحانه وتعالى، ده هدفك، دي رسالتك، انك تدعو الى الله عز وجل. ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم. لابد ان تستمسك بما ارسله الله عز وجل الينا، بل انزله على نبينا صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يكون الندم ندم شديد على هذه الصحبة السيئة. ابليس عدو ابدي، ابليس عدو منذ البداية، ابليس هو صاحب العداوة الاساسية، ابليس هو من يقطع عليك الطريق فلا تتخذه وليا. قال الله عز وجل لابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ بعد ما خلق الله عز وجل ادم امر الملائكة ان تسجد فابى ابليس. قال الله عز وجل يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي؟ استكبرت ام كنت من العالين؟ قال انا خير منه. شفت العداوة فين؟ انا خير منه. ابليس حاسس انه افضل منك، ابليس حاسس انه اكرم منك. قال انا خير منه. مرض، قال انا خير منه، خلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله عز وجل قال فاخرج منها فانك رجيم. هذا الشيطان ملعون مطرود، وان عليك لعنتي الى يوم الدين. خلاص هذا مطرود ملعون الى يوم القيامة. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون، طلب الامهال، طلب ان يبقى. قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون. قال الله عز وجل قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. طب ابليس لما هيستنى راح يعمل ايه؟ ايه رسالة ابليس؟ ايه دور ابليس؟ تفتكر دوره انه يدعوك الى الله؟ انه يهد لك الطريق؟ انه يقول لك اقبل على طاعة ربك عز وجل؟ ايه دور ابليس؟ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال فبعزتك، يقسم بعزة الله عز وجل، قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. طائعين، العابدين الصالحين، ما يقدرش ابليس يقرب لهم. واحد يقول لك ياه يبقى البلد ما فيها الصالحين، كل الناس بتعمل ذنوب، بس مش كل الذنوب زي بعضها، واحد بيذنب ولا يتوب ولا يعود، لكن انت تذنب وتعود، انت تذنب وتتوب، انت تعرف ان لك رب غفور رحيم لا ينقطع رجاؤك، فانت كلما اذنبت تبت ورجعت وندمت وترجو بصدق ان تقلع عن هذا الذنب. والشفاء من الذنوب بان تتوب ثم لا تعود. افرض عدت توب تاني، افرض عدت توب تاني. ان الله لا يمل حتى تمله، اياك ان تمل، لكن لا تتمادى في المعاصي، لا تتمادى في الذنوب، لا تعصي ربك، لا تقطع على نفسك الطريق. قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. قال الله عز وجل قال فالحق والحق اقول، والله عز وجل لا يقول الا الحق. قال فالحق والحق اقول، اسمع
لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. اللي يمشي وراك وراك في النار. مين عايز يروح النار؟ مين عايز ياخد سكة إبليس تترك سكة الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم وتسلك طريق إبليس؟ طريق آخره معروف ويريته في الآخر في صلاح ولا في نجاة. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. قمة الندم وقمة الحسرة إنك بعد ما تدخل النار والعياذ بالله مع إبليس تبص تلاقي إبليس بيتبرأ منك ويقول لك ماليش دعوة بيك. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. شوف وعد ربنا كان هو الوعد الحق. من أطاع، من التزم، من استقام فإن له جنات النعيم. أما من عصى وأدبر وتكبر فإنه مع إبليس إلى الجحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إبليس ما مسكش إيديك وقال لك تعالى أعصي ربنا، ما مسكش إيديك وحطها على الكيبورد وقال لك دوس على الزر وادخل. إبليس ما عملش معاك كده. إبليس بس كان بيوسوس لك، كان بيوسوس لك في ودنك بس، وانت بقى ضعيف مسكين ورا إبليس. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما تلقيش باللوم على إبليس، إبليس بيتبرأ يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، لا أنا هنقذكم ولا أنتم هتنقذوني. الجوز في النار، الاثنين في النار والعياذ بالله. انظر إلى المقال، مقال صعب، مقال صعب. قطاع الطريق إلى الله عز وجل أمرهم رهيب، أمرهم صعب. كيف يسلك الإنسان مثل هذا الطريق؟ يجب عليك أن تعود إلى ربك وتدرك أن الشيطان عداوته عداوة أبدية، ولذلك تحذر منه. وقطاع الطريق في حياتنا هذه الأيام أيضا كثير. وبمناسبة هذه التعديلات الدستورية، هل يوجد قطاع طرق ولا مفيش؟ لا برضو فيه، والله هناك قطاع طرق يقطعون الطريق إلى الإصلاح، يقطعون الطريق إلى الاستقرار، يقطعون الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. تجد ليبرالي، والليبرالي هذا يعني يقول بالحرية المطلقة بعيدا عن قيود الدين، يعني اللي عايز يعمل حاجة يعملها وليس هناك قيد ديني أبدا. هذا الليبرالي الذي يفتخر بنفسه ويقول لك فلان فلان ليبرالي، يعني لا يوقفه دين، لا يحجزه دين، لا يوقفه شرع، يعني رجل حر بيعمل هو عايزه. والحرية في أن تكون عبدا لله عز وجل، الحرية في أن تكون عبدا لله عز وجل. بشر الحافي أقبل عليه رجل لا يعرف اسمه ولا رسمه، فأقبل على بيته فسمع الغناء في البيت، فطرق الباب ففتحت الجارية فسألها: صاحب هذا البيت حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قال: نعم صدقتي، لو كان عبد نعصى ربه وتركها وانصرف. فسمعها بشر الحافي فخرج، قال لها: من جاء وماذا قال؟ فقالت له كلمات، فأدرك الرجل، قال له: أعد علي ما قلت. قال: أنت حر أم عبد؟ قال: بل حر. قال: نعم، لو كنت عبد لوقفت مقام العبودية ولا أطعت ربك تبارك وتعالى. فأخذ يمرغ وجهه في التراب ويقول: بل عبد، بل عبد، بل عبد. أخي الحبيب، أنت حر أم عبد؟ نحن عبيد لله. قمة الشرف أن تكون عبد لله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، دي حاجة عظيمة إنك تكون عبد لله عز وجل. قام الليبرالي في هذا اليوم أو في هذه الأيام
يقول لا نريد وصاية لرجال الدين علينا. شاب مسكين لعبوا في عقله وذهنه، قال وهو لا يعرف شيئا عن البرانية، قال لا نريد وصاية من رجال الدين علينا. طب ما فيش وصاية من رجال الدين، وما الوصاية من مين؟ ثم إن هذا الدين ليس فيه شيء اسمه رجال دين، ولكن كلنا عبيد لله عز وجل. بلغوا عني ولو آية، كلنا يحمل هذا الهم وهذه المسؤولية. يقول بفمه هكذا لا نريد وصاية على وصاية من رجال الدين. هل تظن أن هذا العمل وهذا التغيير يسير بلا دين بلا هوية؟ هل تظن أن الثورة ومن قاموا بالثورة هم كلهم ينتمون إلى هذا الفكر الليبرالي إطلاقا؟ هذه كانت مظاهرة صغيرة، ثم بدعم الشعب بطوائفه صارت ثورة كبيرة. فهذه الثورة تمثل طوائف الشعب بأسرها، ثم هذه الثورة كان من الممكن أن يقضى عليها بفضل الله تبارك وتعالى وتدخل إخواننا أنتم وغيركم من الاتجاهات الإسلامية، لما دخلوا ومنعوا هؤلاء البلطجية وغزوة الجمل ومغزوة الجمل، وكلكم تعرفون من الذي تصدى لهؤلاء؟ شباب الفيسبوك؟ لا، ليس هكذا، ليس هؤلاء، ولكنهم جزاهم الله خيرا قاموا بدور عظيم. ولكن من الذي حمى؟ ثم خرجت الثورة في الشارع، من الذي كان يحمي الديار والبيوت من البلطجية الذين سعوا في الأرض فسادا؟ ألستم أنتم؟ إذن كلنا شارك في هذه الثورة، كلنا شارك. وإن كان موقفنا من البداية أن الدعوة كانت لا تتبنى الدخول في الثورة، لكن لا تحرم الدخول، لا تجرم الدخول في المظاهرة، ولكن موقفها كدعوة أنها لا تدخل، لها دراستها ولها حساباتها، لكن كانت تشارك أم لا؟ أنتم منكم من كان يقف في هذه المظاهرات ويتجول. إذن هذه الثورة ليست حكرا على أحد. ثم لو كانت حكرا على طائفة قليلة، هل الشباب فيسبوك فقط هو الذي قام بهذه الثورة؟ الملايين التي احتشدت شباب فقط أم طوائف الشعب كلها؟ طوائف الشعب، الناس كلها ضجت، الناس كلها انفجرت من الظلم والكبت والضغط الذي كان عليها، فخرجوا، كلهم خرجوا يطالبون بالخلاص والتحرير والتغيير. فالأمر أمر كله جماعي، وهذا الأمر لا يستقيم إلا إذا كان الدين شعاره، الدين يكون شعاره. وخرج علينا علماني في المظاهرات، في وسط المظاهرات أخ يحكي، وأخ أزهري، أخ أزهري يلبس الزي الأزهري، أحد المظاهرات تمر من شارع طريق الحرية، كان عددها تقريبا 450,000، جه وقت الصلاة فوقف صلوا، مين هيصلي بيهم؟ مين؟ أكيد الرجل الأزهري. فوقف وصلى، وبعد ما صلى قالت قاعد يدعي، دعا على مين يا أخوانا؟ على مبارك أكيد، ولا دعا على اليهود؟ لا، ده ما داش على اليهود وقتها، ده دعا على مبارك وعلى النظام وعلى السلطة وعلى الفساد. بعد ما انتهى أتت مجموعة من العلمانيين يناقشون ويحاورون، لماذا تصلون يا جماعة؟ لا عايز يصلي يصلي، لا عايز يصلي يروح يصلي في الجامع، لكن ما توقفوش المظاهرة. أول اعتراض، تاني اعتراض، هو ده بيصلي ليه؟ الله، أما مين يصلي إذا كانش ده يصلي؟ تاني اعتراض، تالت اعتراض، هو بيدعي ليه؟ الله، أخوانا ده بيدعي على مين؟ ده بيدعي في الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه ولا ضد الاتجاه؟ ده ماشي معانا بيدعي لنا، أما انتوا عايزين ايه؟ لا، عايزين فصل الدين عن الحياة، هي دي العلمانية. خلي الدين في الجامع، عايز يصلي سيب المظاهرة روح صلي وتعالى ارجع تاني، لكن ما تخليش المظاهرة تصلي. انظروا كيف يحاولون ان يجعلوا العمل كله عمل علماني. هذه نوعيات تظهر ونحن نسير في الطريق، ويظهر علينا اخر المفترض ان هو راجل دكتور، وان هو راجل محسوب على الدولة، وان هو من كبار المسؤولين في الدولة، يتطاول على الذات الالهية وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتهم الاتجاهات الإسلامية والدعوة السلفية بالتطرف والإرهاب. بقى الدعوة السلفية دلوقتي بقى التطرف والإرهاب؟ بقى الدعوة السلفية كانت واقفة في اللجان الشعبية، طب ما طلعتش مظاهرات، كانت بتبيع طماطم، ماشي بتبيع طماطم وبطاطس وعيش، بقوا إرهابيين؟ هو ده تطرف؟ قال لما نحمل الوضع الداخلي بقى ده تطرف وإرهاب؟
ثم يقول وكأنه ينصح الشعب إن الشعب المصري وسط ويرفض التطرف والسلفية، وكأن الاثنين دول حاجة واحدة زي بعض. ماشي، ما احنا معاكم بدل بنرفض التطرف، نحن نرفض التطرف، نحن نسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. احنا ماشيين وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ما احناش متطرفين لا يمين ولا شمال، يعني في النص. فيقول ان الشعب المصري وسط ويرفض التطرف والسلفية وغيرهم، يعني الشعب المصري طيب مش عايز اسلام. هي دي الطيبة؟ هي دي الطيبة ان الشعب المصري طيب يرفض الاسلام مش عايز سلفية؟ نقول طب ماشي، طب ولا غيرهم؟ امال هيعوز مين؟ الليبراليين بقى والعلمانيين والديمقراطيين والشيوعيين، وعايزين هم دول ونبعد، يعني كل دول يظهرهم والاسلام اللي ما يظهرش. ليه؟ حسبة مين دي؟ حسبة مين انه كله يظهر وكله يطالب وكله يثبت انه له وجود، وعايزين ينفوا الوجود الحقيقي للدعوة السلفية والاتجاهات الاسلامية؟ من يقول هذا؟ الشعب فعلا اوعى من كده، ولذلك الشعب لن يسير وراء العلمانيين ولن يسير وراء الليبراليين، بل وسيقول نعم للتعديلات الدستورية. لماذا؟ لانها جزء من الاستقرار. انتبهوا ايها الشباب، نحن نرفض الدستور كله، هذا الدستور لا يلزمنا، نحن نريد شريعة الله عز وجل. ولكن نحن الان حينما نستفتي غدا، نستفتي على كام بند؟ 8 أو 9، دول فيهم مخالفة للشريعة؟ هؤلاء يرفعون الظلم وينشرون الخير ويقللون الفساد. نحن نعطي اصواتنا على هذه النقاط 8، على هذه التعديلات. فهذه التعديلات خطوة على طريق الاصلاح. لماذا لا نخطوها؟ لماذا لا نخطوها؟ ثم جايين النهاردة يقولوا مش عايزين تعديلات، يعني يسيبوا المجلس يكون لجنة عشان تعدل الدستور ونضيع وقت، وبعدين نقول مش عايزين الدستور؟ لا، دي لعبة القط والفار، دي لعبة القط والفار ديت. ما قلتش من الاول ان احنا مش عايزين الدستور ده، كان من الاول. امال بعد ما ضاع 10 ايام اذا العلمانيون والليبراليون يضيعون الوقت. عارفين لما واحد يكون مهزوم ولا حاجة وعمال يضيع الوقت، عايز يطلع من الماتش متعادل ولا حاجة، بيضيع وقت، لانه كما قال الاخ ياسر ليس لهم رصيد. يقول لك لسه ما سويناش صفوفنا. ليه؟ كنتوا بتعملوا ايه؟ ده الحكمة الباضية كلها كانت بتاعتكم. هم 30 سنة اللي فاتوا دول كانوا بتوع مين؟ بتاعة النظام الفاسد وفلوله اللي هم انتم. لسه ما رتبتوش صفوفكم؟ ولو ما رتبتوش ايه المشكلة؟ ادخل يا عم وقول لا، قول اه، زي ما تقول، ايه المشكلة؟ وبعدين بعد كده في تعديلات دستورية تانية. لماذا نقطع الطريق؟ لماذا نريد ان نلغي هذا التعديل وان نعوق حركة هذا التعديل؟ هذا المحسوب على الحكومة وعلى الوزارة يحيى الجمل، هذا محسوب على النظام، بس النظام السابق ده بقى محتاج ثورة عشان تشيله هو كمان. هذا لا يصلح، هذا لابد من إقالته، هذا لا يفهم شيء. المفترض ان في مثل هذه الظروف لا يعادي احد، لا يعادي اي طيار ولا اي اتجاه، هو كل ديمقراطية وحرية. انت لماذا تسب السلفية؟ لماذا تحارب الاسلام والمسلمين؟ هو لا يصبر، كشر عن انيابه وبدا وجهه القبيح لا يصبر. ولذلك لا تنسى انه محسوب على النظام الماضي. يحيى الجمل هو من تم اختياره لتعديل الدستور في عهد حسني مبارك، فهو من اللجنة التي اعدت الدستور، يعني محسوب على قلب النظام. ايه اللي موجود في النظام الجديد؟ هذا لابد ان يحذف، لابد ان يقال، لابد ان تترك الحريات للناس حتى يختاروا وحتى يعبروا عن ارائهم. اذا حتى لا اطيل عليكم ايها الاحباب، لابد ان نعرف العدو من الحبيب، ولابد ان نعرف كذلك اننا نسير في خطوات نحو الاصلاح، والامر يحتاج الى وقت، ويجب علينا ان نعطي الفرصة لحملات الاصلاح حتى تتم، لان الاوضاع قد تصبح اكثر خطورة لو ان هذه الخطط الاصلاحية لم تسير بهذا الجدول الذي وضع. فنسأل الله جل ان يتم هذا الجدول على خير، وان تصل الامة والبلاد والعباد الى خير،
وأن يوفق الله عز وجل من يصلح لقيادة هذه الأمة وأن يولي علينا خيارنا. وجزاكم الله خيرا ونعتذر على الإطالة. وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. جزا الله الشيخ مصطفى خير الجزاء على هذه الكلمة الجامعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل بها ميزان حسنات يوم القيامة. قطاع الطريق إلى الله الذين يريدون تحكيم الأهواء ينحون حكم الله عز وجل. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا الرجل اللي هو يحيى ده، هذا يقول بكل جرأة على دين الله، في يكلم المذيع ويقول له، لذلك احنا يد حملة مكثفة ضد هذا الرجل، يقول له ده لو ربنا ونقل الكفر ليس بكافة، انقل هذا الكفر الذي قاله ربنا لو نزل في الاستفتاء لو خد 75% يحمد ربنا يوم عيدها له، يعني ربنا يحمد ربنا ان خد النسبة دي، ثم يثني كلمات الكفر ويقول الدولة اللي أسوأ من الدولة البوليسية هي الدولة الدينية، ثم يضرب مثالا عبد الناصر لو انتم انت ديكتاتور في دولة بوليسية حيناقشنا وحناقشه، انه لما بيجي واحد تقول له في الدولة الدينية ايه اللي انتم بتقولوه ده يقول لك الله، هتقول له ايه ده، فده أسوأ من الدولة البوليسية. هذا الرجل في حملة موجهة لجامعة توقعات وعلى الايميل بتاع الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، لابد ان ينحى ذلك الرجل الذي يريد ان يشعل الفتنة في هذا البلد في الوقت الذي ينشد الناس فيه جميعا الاستقرار. ثم اقرأوا التاريخ اذ فيه العبر، ضل قوم ليس يدرون الخبر. انا هقرأ له بعض كلمات غير المسلمين وحكمه واقرأ حكمهم عن الدولة الاسلامية. وول ديورانت صاحب اكبر مكلف مجلدات للتاريخ اللي عامل كتاب قصة الحضارة، انقل بعض الكلمات وهو يحكي مميزات الدولة الاسلامية. يقول اهتمت الدولة الاسلامية التي انشاها النبي محمد واستمرت تحت مسمى الخلافة في الفترات الاموية والعباسية بالعلوم والمدنية، كما اهتمت بالنواحي الدينية، فكانت الحضارة الإسلامية حضارة تمزج بين العقل والروح، فامتازت عن كثير من الحضارات السابقة. ثم يقول فالإسلام كدين عالمي يحض على طلب العلم ويعتبر فريضة على كل مسلم ومسلمة، والإسلام يكرم العلماء ويجعلهم ورثة الأنبياء إلى أن قال وكانت مشاعل هذه الحضارة الفتية تبدد ظلمات الجهل وتنير للبشرية طريقها من خلال التمدن الإسلامي. فبينما كانت الحضارة الإسلامية تموج بديار الإسلام من الأندلس غربا لتخوم الصين شرقا في عهد الدولة الأموية، كانت أوروبا وبقية أنحاء المعمورة تعيش في جهل وظلام حضاري. ويقول ايضا تغيرت افكار الغرب وغيرت الكنيسة من فكرها ومبادئها المسيحية لتساير التأثير الاسلامي على الفكر الاوروبي وللتصدي للعلمانيين الذين تخلوا عن الفكر الكنسي وعارضوه وانتقدوه علانية. ويقول ايضا عن النهضة العلمية، مع هذه النهضة العلمية ظهرت الجامعات الاسلامية لاول مرة، اول مرة العالم يعرف كلمة جامعة كانت في بلاد المسلمين بالعالم الاسلامي قبل اوروبا بقرنين. المسلمين عندهم جامعات واوروبا لسه 200 سنة عشان يفتحوا جامعة ويعرفوا عن ايه جامعة. وكانت اول جامعة بيت الحكمة انشئت في بغداد سنة 830 من الميلاد، ثم تلاها جامعة القرويين سنة 859 في فاس، ثم جامعة الازهر سنة 970 من الميلاد في القاهرة. بص اول جامعة 830. طب اول جامعة في اوروبا انشئت في ساليرنو بصقلية سنة 1090 على عهد ملك
ثقلية، بل الأوروبيون كانوا يحضرون إلى جامعات المسلمين وأخذوا منهم الروب اللي بيتلبس حتى الآن في الجامعة والمعمول به، وكان الخلفاء والوزراء يخلعون ثياب الوزارة ويلبسون زي الجامعة قبل دخولها. ثم يتكلم عن أن المستشفيات لم تعلم في أوروبا ولم تعرفها أوروبا وإنما عرفها المسلمون العرب، فيقول أول مستشفى بني بإنكلترا في القرن الرابع عشر من الميلاد بعد انحسار الحروب الصليبية على المشرق العربي، بعدما أخذ الصليبيون نظام المستشفيات الإسلامية والطب العربي عن العرب. طب أول مستشفى في الإسلام بناه الوليد بن عبد الملك سنة 706 يعني 88 من الهجرة في دمشق، بل يقول أول مستشفى للجذام بناه المسلمون في التاريخ سنة 707 من الميلاد بدمشق. طب أوروبا كانت تنظر إلى الجذام على أنه غضب من الله يستحق الإنسان عليه العقاب، حتى أصدر الملك فيليب أمره سنة 1313 بحرق جميع المجزومين، كل اللي عنده جزام كانوا بيحرقوه. وعايزين تطلعوا الكلام ده ارجعوا لسفر اللويين في الكتب المقدسة تشوفوا كانوا بيتعاملوا ايه مع اللي عندهم البرص او اللي عندهم الجزام. والحق ما شهدت به الاعداء، هذا تقرير من مؤرخ كاثوليكي عن الدولة الاسلامية. الان المنتسب الى الاسلام يزعم ان الدولة الاسلامية هي اسوأ دولة عرفتها البشرية، كبرت كلمة تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا، نحن قوم ابتعثنا الله كما قال الربعي ابن عامر لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا الى ساعة الدنيا والاخرة، ومن ظلم وجور الأديان إلى عدل الإسلام. والآن مع الخطوة القادمة التي نستبصر فيها مواقع أقدامنا، كيف يعيش المسلمون في هذا البلد المسلم في وسط هذا الزخم من العلمانيين والليبراليين متسمين زورا إلى دين رب العالمين؟ ما هي السبل والتداعيات التي تكون من قبل الدعوة في مقابلة هذه الفوضى السياسية والأخلاقية والاجتماعية وفي كل مناحي الحياة؟ وهذه كلمة الشيخ حازم شومان والتي ينتظرها الجميع، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما فيه رضاه. والآن مع كلمة الشيخ الدكتور حازم شومان فليتفضل مشكورا مأجورا بإذن الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ها صحيين ولا ايه؟ الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان المسلمين خارجين مع النبي عليه الصلاة والسلام رايحين تبوك 1500 كيلومتر رايح جاي، وبعد ما راحوا تبوك ورجعوا من تبوك وهم في الطريق اذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، ان بالمدينة لرجالا. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه؟ بيقول لهم ما تفتكروش ان انتوا بس يلي خرجتوا في الغزوة دي، انتوا بس الرجالة اللي موجودين، لا ده في رجالة تانيين بس لسه دورهم جايش، بس في حاجة منعاهم، بس لسه يطلع. انا عايز اقول لكم كده لكل اخ موجود معانا هنا وكل اخ، ان بالمدينة لرجالا، يعني وقتي مشايخنا الكرام اتكلموا على المنصة جزاهم الله خيرا، انما انتوا يا جماعة ما تستعلوش بنفسكم، ان منكم لرجالا، انتوا جواكم لسه طاقات رهيبة لما تطلع هتغير الدنيا كلها، ان منكم لرجالا. انت ما تعرفش انت لسه مستنيك دور شكله ايه. الجيل اللي فات ادى دور انه فاهم الناس ايه منهجنا وان احنا عندنا منهج، انتوا الجيل اللي هينفذ المنهج ده يا جماعة، انتوا الجيل اللي هيفعل المنهج ده، انتوا الجيل اللي
كنز الارض الواقع. انتوا الجيل اللي هيحول المنهج من المنابر للشارع. انتوا الجيل الحقيقي اللي التمكين ان شاء الله هيجي على ايديه باذن الله سبحانه وتعالى. اخواني في الله، الخطوة القادمة ايه؟ الخطوة القادمة احنا دلوقتي عدنا فاهمين ان لنا منهج، عدنا فاهمين ان لنا خط سير، عدنا فاهمين ان احنا لنا طريق. ايه الخطوة الجاية يا اخواني في الله؟ مش عايزين نبقى نازل على الناس، عايزين ننزل للمجتمع اللي احنا عايشين فيه، عايزين نفهم الناس، عايزين نفهم الناس بتفكر ازاي. الناس قدمت عشان نظام الحكم يتغير 1200 واحد اتعموا و385 واحد اتقتلوا ومئات الالاف نزلوا شايلين كفنهم على ايديهم، وشباب جالهم شلل رباعي نتيجة طلقات نارية في العمود الفقري، و 18 يوم في التحرير كل واحد عايش في خطر، في اي لحظة ممكن يحصل له اي حاجة، ممكن يتضرب بالطيران. كل ده عشان اوضحهم، عشان يلاقي سكن، عشان يلاقي وظيفة، عشان يأكل، عشان يشرب، عشان مصر تتبنى، عشان تتطور. لازم لما اروح اكلم الناس اكون فاهمهم الاول، لازم لما انزل الوقت للمجتمع اكون فاهم انا بكلم مين، عشان ما يحسش ان انا جاي من مكان اخر، جاي من دولة تانية، بل احيانا جاي من كوكب تاني. اول صفة ربنا وصف بها النبي عليه الصلاة والسلام قال تعالى: لقد جاءكم رسول ايه؟ من انفسكم، واحد من بين الناس، واحد من وسط الناس، عايش وسطهم، حاسس بألمهم وبأمالهم. الوصف ده محطوط اول وصف، مش لا، ده حكمة الهية من الله سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا بيقول ايه: وما ارسلنا قبلك من المرسلين ولا نبي. استثنى من القاعدة دي، وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا ايه؟ الا انهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. انتوا فاكرين الكلمة دي يعني ايه؟ لا، ده معنى يأكل الطعام ويمشي في الاسواق يعني عايش وسط الناس، يعني حاسس بأمالهم وألمهم، يعني بعايش على أرض الواقع، يعني نازل للناس. يعني بعد ما بننزل من المنابر بتاعتنا نتحول إلى دعاء ميدانيين وسط الناس، يعني بعد ما تخلص المؤتمر بتاعك تتحول إلى ملتزم ميداني وسط الناس. يا إخواني، الدين عمره ما هيرجع قيادة إلا لو رجع الأول قدوة، إلا لو الناس شافتنا وسطهم بنتحرك وسطهم، بديننا بنتحرك وسطهم. يعني ايه وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لا ياكلون الطعام ويمشون في الاسواق؟ يعني مفيش حاجه اسمها واحد ينزل يدعو الناس وهو مش فاهم الناس، ما ينفعش. الخطوه القادمه يا اخواني ان احنا لازم ننزل للمجتمع، الخطوه القادمه ان احنا لازم المجتمع يسمع منا مش يسمع عنا، الخطوه القادمه الشباب اللي على القهاوي وعلى النوادي وفي الجامعات وفي كل حتة لازم ننزل، لازم نتكلم، لازم ندعو الناس. دي الخطوة الجاية. ربنا بيقول ايه؟ فاذا قضيت الصلاة فايه؟ انتشروا. قوات الانتشار السريع اللي بتطوق البلد كلها في ربع ساعة، مداخلها ومخارجها. يعني انتوا الوقت مطلوب منكم بعد المؤتمر ايه؟ انتشروا. ده على اصحابه، وده في بيته، وده في منطقته، وده في قريته، وده في مكانه، وده في اسرته، وده في المسجد اللي جنب بيته. يقوم الدين ينتشر في الارض. انما الدين لو فضل دعاء على منصات مش هيتغير ابدا، الا لو انتوا اللي اتحركتوا. لو انتوا قمتوا الدنيا هتقوم، لو انتوا اتحركتوا الدنيا هتتغير. انتوا القوة الضاربة للاسلام في الارض باذن الله سبحانه وتعالى. ما تستقلش بنفسك، ما تستقلش بدورك، ما تستقليش باللي انت ممكن تعمليه. ما حدش يستقل باللي مطلوب منه واللي ممكن يعمله يا جماعة ابدا. الخطوة القادمة النزول للناس، الخطوة القادمة الانتشار وسط المجتمع بنور الهداية. ديت هي الخطوة القادمة يا جماعة. شوفوا الحديث الخطير ده. سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه راح يؤم الناس ايام النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى العشاء بسورة البقرة. الناس راحت للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ان اصحابنا واضح. يعني ايه اصحابنا واضح؟ البير كان يبقى عمقه 50 متر، يجي الراجل عايز يسقي الارض منه يعمل ايه؟ يقوموا يجيبوا اصحاب النواضح دول، يجي بالجمل اللي هو الناضح بتاعه، يربط في رقبته حبل 50 متر، اخره ده اخره ده له، يسقط، يجر الجمل عما يسقط الحبل في البير، وبعد كده يجر الجمل 50 متر عما يطلع الحبل، عما يروي حتة ارض يكون 3-4 ايام
الايام طلعت عينيه. فبيقول له يا رسول الله احنا ناس غلابة على قد حالنا، بنتقتل طول اليوم في الشغل، بنتقتل عما بنجيب لقمة عيشنا. سيدنا معاذ جه صلى بينا في سورة البقرة، يا رسول الله ما نقدرش ما نقدرش، ده احنا ما مصدقين ان احنا نرتاح اخر اليوم. تخيلوا الراوي بيقول ايه، بيقول فما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب غضبا قط مثل ذلك اليوم، وقال ان منكم منفرين. يعني ايه مقصد النبي؟ ان سيدنا معاذ بقى بعد كده حامل لواء العلم باذن الله يوم القيامة. امال النبي مقصده ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام مقصده ان لو ما انتش عارف مشاكل الناس مش هتعرف تنزل لهم، لو ما انتش عارف مشاكل الشباب مش هتعرف تكلمهم. الشاب اللي قاعد على قهوة دلوقتي كان على علاقة، عنده 26 سنة 27 سنة، كان على علاقة عاطفية بفتاة فترة الجامعة، وفي النهاية اول ما تقدم لها عريس معاه فلوس ثابته وابوها رفضه، وعايش محطم قلبيا والقعدة السرية مقطعاه، وكل يوم بيسهر على المواقع على الكيبورد اللي الشيخ مصطفى كلمنا عنهم، وحاسس ان مفيش امل ومش لاقي وظيفة، وحاسس ان قلبه اتحطم. انت لما هتنزل تكلم الشاب ده لو ما انتش فاهم الواقع بتاعه مش هتعرف تكلمه. انت كده كده هتتكلم عن الله والدار الاخرة، بس في فرق بين واحد من انفسكم عايش همومي فهمني جوه دمي داخل جوه دمي وجاي يكلمني عن ربنا، ده هيبقى كلامه غير واحد جاي يكلمني عن ربنا مش عارف انا مين ولا انا فين ولا انا مشاكلي ايه ولا انا همومي ايه. النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة احد طلع غزوة تانية، سيدنا جابر كان مع النبي، سيدنا جابر عنده 9 اخوات، ابوه مات رضي الله عنه استشهد في احد وساب له 9 بنات، واتجوز واحدة ثيب عشان تخدمهم، بقى مكون اسرة جديدة ومعاه 9 بنات ومديون ديون اللي كانت على والده، وخارج يجاهد بدبة عاملة زي السيات 125 كده، عربية الصغيرة ديت، قاعدة تقدم رجل وتأخر رجل وما هوش عارف يعمل ايه. فايه فاذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا جابر بعنيه، بع الجمل ده هوت ولك ظهره الى المدينة وهتفضل راكبه لغاية المدينة. سيدنا جابر خلاص، النبي عليه الصلاة والسلام طلب مني الجمل بتاع بحوله، سيدنا جابر رجع معه. لازم واحنا في وسط الشغل ما ننساش الاخوة، واحنا في وسط الشغل ما ننساش مشاكل بعضنا، واحنا في وسط الشغل ما ننساش علاقتنا ببعضنا. سيدنا جابر رجع المدينة راح لخاله قال له النبي عليه الصلاة والسلام عايز الجمل بتاعي. خاله جمل ايه؟ حمارتك العرجة، هو انت عندك فلوس تجيب عجلة عشان تبيع العربية بتاعتك؟ سيدنا جابر خلاص قال للنبي كده ما هوش عارف يعمل ايه. سيدنا جابر خد الجمل التعبان بتاعه وراح للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يسلمه له، فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه ثمن الجمل والجمل. عايش مشاكل الناس، عايش همومهم، حاسس بيهم، حاسس بالهموم اللي هم فيها. يا اخواني في علم اسمه علم هموم الناس، لو عايزين ننزل للناس لازم نحصله، ولازم ننزل للناس يبقى لازم نحصله، لازم تعرف الناس بتفكر في ايه، الناس عايشة ايه. زي الوقت اخ مثلا يقفوا مجموعة من الشباب، انت عارف هما بيفكروا في ايه؟ الشباب دول ممكن واحد صاحبهم اتقتل عشان يعيش في بلد لها كرامة، انت لو دخلت خبطته على طول هتخسره. لازم تدخل تفهمه انك فاهمه، تفهمه انك حاسس بيه. عايزين نفهم يا جماعة وقع بلدنا، مصر في خطر يا شباب، مصر في خطر رهيب. مصر من الشرق اتمنع الغاز عن اسرائيل، ونتنياهو الدولة اليهودية، ونتنياهو امبارح كان بيحاول يعمل خط سكة حديد يخلي قناة السويس ما عادش يبقى لها لازمة. من الغرب الناتو وامريكا بيخططوا لضرب ليبيا، من الجنوب جنوب السودان اتدبحت وانفصلت وعايزين يخلوها فاتيكان افريقيا، واثيوبيا مستغلها الموضوع الامن القومي بتاع بلدك دلوقتي متهدد من كل الجهات. اثيوبيا منعت 15 مليون متر مكعب مية عن مصر، محدش قادر ينطق، هو حد فايق لحاجة؟ هو في عندنا الوقت جيش فايق اصلا انه يحمي الحدود؟ انت عايش في بلد وضعها خطير اقتصاديا، البلد وضعها خطير، البورصة بتاعتك بيقولوا لو يوم 28 ما رجعتش هتتلغى بالبورصة العالمية. انت عايش في بلد الفتن الطائفية امريكا الوقت عايزة تولع الدنيا تحرق لك نستين ها، ويلا ده الارهابيين اللي عملوا كده، والناس بتصدق، الناس بتفضل عايشة معانا 20 سنة شايفانا
وعايشة معانا وبندعوها وبتطلع عينينا بتاع التوك شو بياخد ربع مليون جنيه في الشهر عشان برامجه، واحنا ممكن مفيش في بيوتنا طعام وبنخرج ونسافر عشان الناس تعرف ربنا، وساعة ما يفجروا كنيسة الناس تقول اه لقينا بينهم السبب. مصر في خطر الوقت يا اخواني، مصر في خطر حقيقي اقتصادي وسياسي. كان بديف اتفرضت علينا ان ممنوع نزرع قمح يكفي الشعب، فرض كده بلطجة. ليه؟ عشان نفضل نشحت من امريكا القمح. ليه؟ عشان اللي يجي بعد السنة دي يفضل ظهره مكسور لامريكا ما يقدرش انه ينطق. ممنوع نزرع قمح يكفي الشعب. طب الوقت هنشتري السلع الاساسية لقيت ازاي بقى؟ وهم قاعدين يقولوا شهرين وتخلص وثلاث شهور وتخلص، والكلام ده بالنسبة لنا عم احنا ناكل عيش حياة، انما الناس ما بتستحملش. انا عايز اقولك ان الوقت فيه وضع خطير لو ما فهمناهوش وتعاملنا معاه ونزلنا للمجتمع عشان تبقى الناس معانا، عشان احنا والناس نبقى مع ربنا. احنا مش عايزين نحكم، احنا عايزين نحكم بس بكتاب الله، عشان يبقى الناس مع ربنا، عشان الناس تبقى فهمانة. لازم يبقى في جسر دعوي بين كل واحد منكم وبين كل الناس اللي عنده في سكشنه، في رواندو، في كليته، في جامعته، في معهده، في مدرسته، في شغله، في منطقته، في مسجده، في عيلته، في اصحابه. لازم ننزل للمجتمع يا اخوان، لازم نغير سياستنا. العلمانيين الوقتي كسبوا ارض كبيرة في الثورة اللي فاتت ده، ايه؟ مش لانهم كانوا ابطال، لانهم بتوع شو، هو برامجهم اصلا اسمها التوك شو، كل برامجهم الساعة 9 والساعة 10 ومن 8 ل 12، واحد عامل لك برنامج يومي من 8 ل 12، دول بينتحروا في المجهود. انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا عملتوا ايه؟ عدد العلمانيين في مصر ما يجيش قد العدد اللي قاعد قدامي دلوقتي. امال الفرق بينهم وبين حضراتكم ايه؟ ان هم الواحد بجريدة، الواحدة ببرنامج توك شو 3 ارباع مصر بتتفرج عليه، الواحد بمنتدى على النت 100,000 واحد بيدخلوه مش فاهمين حاجة، بيتسمم دماغهم ومش عارفين، الواحد بقناة. انما انت الوقت لو مت فرقت مع الدعوة ايه؟ فرقت مع الدين ايه؟ كان في 20 شاب بيلتزموا على ايدك وهتبقى مصيبة بموتك الوقت ان الناس دي مين اللي هيتبعها. كان في منطقة انت ماليها نور ومالي اهلها دعوة الى الله وهيحصل مشكلة الوقت بموتك، انت عملت ايه؟ يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني، ويا رب هذا خذلني. حتى اذا جيء بعمر بن الخطاب قال الاسلام، يا رب كنت غريبا حتى اسلم عمر. انت الاسلام لما هيشهد عليك يوم القيامة هيقول ايه؟ كل اخت من اخواتنا لما الاسلام هيشهد عليها يوم القيامة هيقول يا رب نصرني، ولا يا رب ضيعني، ولا يا رب اتشغل عني، ولا يا رب انا كنت غريب وسط شباب اسكندريه لحد ما هو التزم وربنا خلاه فتح في الدعوة، وكنت غريب في كرموز لحد ما هو التزم، وكنت غريب في محرم بيه لحد ما هو اشتغل في الدعوة، وكنت غريب في سيدي باشا لحد ما هو اتحرك وسط الناس، وكنت غريب في جامعة اسكندريه لحد ما هو اتسخر حياته للدين. الاسلام هيقول عليك ايه؟ الاسلام هيشهد ليك من ايدين ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ الخطوة القادمة ان انتوا اللي تتحركوا، الخطوة القادمة ان المنصات مش هي اللي تستمر. خلاص يا جماعة، الجيل اللي فات فنح صحته وحياته، عارفين حديث بعدما حطمه الناس اما النبي عليه الصلاة والسلام ما عادش قادر يقف على رجليه في الصلاة عليه الصلاة والسلام، فصلى جالسا في اخر عمره عليه الصلاة والسلام. خلاص يا جماعة، الشيوخ خلاص صحتهم اتحطمت على مفاهيم الناس يعني ايه منهج. دور اللي هيطبقوا المنهج ده هو انتم، دور اللي هينزلوا بيه في الارض وفي الشارع وفي كل مكان هو انتم، دور اللي هيغيروا معالم الارض هو انتم. يبقى القضية الوقت والملف معاك انتم، والدور الجاي ده دوركم انتم. اللي هيتنقص عنه هنقول له قول الله سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم ايه؟ وانتم تعلمون. هم رجالة اسكندرية مش حافظين القرآن ولا ايه؟ وانتم ايه؟ الوقت قلتوها ماشي. وانتم تعلمون، يعني اللي هيجي يقول انا مش عارف اعمل ايه، ده مش عايز يعمل حاجة، لان ربنا قال وانتم تعلمون. كل واحد منكم عارف ربنا اداله ايه، كل واحد منكم عارف ايه الباب اللي ربنا فتحوله، كل واحد منكم عارف
المهمة اللي ممكن يعملها الست شهور الجايين اخطر ست شهور في تاريخ مصر. ان اتقال نعم هيبقوا اخطر ست شهور، لان دول اللي يتحدد فيهم رئيس الجمهورية. والرئيس الجمهورية يا شباب مش انتوا اللي هتختاروه، امال مين اللي هيختاروه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ كما تكونوا يولى عليكم. الحاكم الصالح ده جائزة من الملك للشعب الصالح. هو تفتكروا ان احنا لو عايزين حاكم صالح وبعدنا عن ربنا بايدينا بكلمة صح على خلنا نختار حاكم صالح؟ لا والله، والله ما تحصل الا جائزة على ان احنا نتغير، على ان احنا نبقى ناس نستاهل، نستاهل حاكم صالح، نستاهل. يا جماعة الخالدون ما وعظمهم محمد، سيدنا محمد قالك رقم واحد مايكل هارت، سيدنا عمر قالك رقم ستة، ما بينهم كونفوشيوس وسيدنا عيسى، يعني مش حكام، يعني ما كانوش قاضي الدول، يعني باعتراف الغرب، باعتراف واحد امريكي، باعتراف الامريكان ان اعظم اتنين حكام، لان سيدنا محمد كان حاكم وسيدنا عمر كان حاكم، ان اعظم اتنين حكام في تاريخ البشرية كانوا في الاسلام. احنا مش قليلين، احنا معانا الجوهرة اللي مش قادرين نقنع الناس بيها، والعلمانيين معهم حتة الازاز الفلصو اللي بهروا الناس بيها. احنا مش قليلين يا جماعة. الشريعة بتاعتنا لما تركيا خدت 10% من الاسلام السنين اللي فاتت طبقتها، بقت الدولة رقم 15 اقتصاديا على العالم. احنا منهجنا عظيم، بيقول الدستور، اول دستور وضع في التاريخ من اللي حطه سيدنا محمد لما دخل المدينة المنورة. لما سيدنا محمد دخل المدينة ووضع دستور بيحكم علاقة المسلمين باليهود، وعلاقة المسلمين ببعض، وعلاقة المهاجرين بالانصار، اول دستور في التاريخ، اول مستشفى في التاريخ اهو زي ما شيخنا الفاضل قالها بتاعتنا، اول جامعة في التاريخ بتاعتنا. بس مين اللي يقنع الناس ان الجوهرة معنا احنا؟ مين اللي يقنع الناس ان الباقيين دول فالصوا؟ مين؟ اذا كنا بنتكلم على المنصات وانتم بتسمعونا وبعد كده تروحوا خلاص، الشحنة اللي جواكوا اتفضت. اذا كنتوا ما بتنتشروش في المجتمع بالكلام اللي احنا سمعناه ده، هوت الكلام الرائع الجميل اللي بيبين لنا، اذا كنا ما بنتحركش هنعمل ايه؟ الكرة في ملعبكم يا شباب، القضية معاكم انتم. كنا زمان بنتكلم عن الراجل اللي ابوه جاله وقال له يا ابني انت ما عادش ليك عيش في البلد دي معايا في بيتي الا لما تجيب لي كل يوم 5 جنيه. الولد متدلع طول حياته، امه خدته على جنب، تعالى يا ضنايا انا كل يوم اديك ال5 جنيه وسيبك من ابوك احسن، بانه كبر وتعب ولا حاجه، كل يوم تديله ال5 جنيه، روح لابوه اشتغلت يا ابني اشتغلت، كسبت يا ابني كسبت، فين ال5 جنيه اهي، يقوم مقطعها ولا يسيبه ويمشي. تاني يوم تالت يوم لحد ما والدته جات له قالت له يا ابني الفلوس خلصت، يعني ايه؟ يعني لو ما خرجتش تشتغل انا وانت هنتفضح قدام ابوك. طب وبعدين؟ لازم تشتغل. الواد من قبل الفجر نزل وطلعت روحه عم لقى شغل، وطلعت روحه عم كسب 5 جنيه، رجع لابوه في النهاية بيقول له اشتغلت يا ابني اشتغلت، كسبت يا ابني كسبت، فين ال5 جنيه؟ اهي جاي يمد ايده عليها قال له عندك، قطعني وما تقطعهاش، افرمني وما تفرمهاش. ليه؟ ده انا تعبان فيها، ده شقايا، ده عرقي. كنا بنقول زمان ان الراجل ده الغير ملتزمين اللي ورثوا كلمة اسلام، فلما العلاقة تتقطع مش هممهم، لما غزة تتضرب بقنابل الفسفور مش هممهم. انما النهاردة انا بقول لكم انتم الولد اللي مطلوب منه كل يوم يجيب 5 جنيه، عيب بقى، انتوا كبرتم وتعلمتم، والشيوخ فلت عمرها عشان انتوا تعرفوا دين ربنا، والدعاء فلوا عمرهم. يا ابني ده انت لو اتعصرت هتنزل دروس، ده انت لو عصروك كده اهو هتنزل دروس وهتنزل مواعظ وهتنزل بتاع، ما انتش عارف تتكلم ليه؟ ما انتش عارف تنزل للمجتمع ليه؟ لسه الاخ مكسوف والاخت مكسوفة، والاخ اللي مكسوف يقول للناس السلام عليكم احسن الناس، عيب يا اخوانا، ده انتوا اسكندرانية. اللهم اغفر الاسكندرانية يا رب، وتوب عليهم يا رب، ولا تؤاخذهم بذنوبهم يا رب. وبيقول الاسكندرانية كرة ما يا اخواني، وفي النهاية عصير وماء معدنية. يلا بقى احسن انا شديت عليكم، بلاش ايه، بلاش عشان اخرج سليم، عشان الواحد يخرج سليم الليلة. دوركم يا شباب ان انتوا اللي تجيبوا كل يوم هنا 5 جنيه، كل يوم نظام بلطجة يعني.
لازم ننزل للناس يا اخواني. دي الخطوة الجاية، النصيحة الاخرانية اللي تحت عنوان الخطوة الجاية، نصيحة ان لازم نبقى مع بعض، ما عادش ينفع تبقى لوحدك. الحمل بقى تقيل قوي، الاجندة بقت كبيرة قوي. اهو الراجل اهو بيقولك لو ربنا نزل في الانتخابات ياخد 70% يحمد ربنا. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، الا تجيبوه الا تجيبوه؟ لما ابو سفيان قال له عضل سب في الله سيدنا محمد قال الا تجيبوه؟ ربنا يشتم وانت ساكت؟ واي اتهام لشريعة الله واتهام لله؟ العلمانيين هم عارفين العلمانيين بيقولوا ايه؟ بيقولك فصل الدين عن الدولة. عارف يعني ايه فصل الدين عن الدولة ولا مش عارف؟ يعني لو محمد ابن عبد الله جه الوقت ممنوع يدخل مجلس الشعب، ممنوع يدخل مجلس الوزراء، ممنوع يدخل قصر الرئاسة. يعني لو الدين خرج بره الجامع يقولوله عندك، الزم حدودك، مكانك. عارفين يعني ايه فصل الدين عن الدولة؟ يعني يا رب اقول لكم يا جماعة، لما ربنا قال الا انهم من افكهم لا يقولون ايه ولد الله، كلمة صعبة اوي بس ربنا قالها عشان يعرفنا الناس دي بتقول ايه. عارفين الناس دي بتقول ايه؟ بيقولوا ربنا في امور ربنا يتكلم فيها ومواضع ربنا ما يتكلمش فيها. لو قلت لنا كتب عليكم الصيام ماشي، انما لو قلت لنا يا رب كتب عليكم القصاص لا، الالف آية ولا الاكتر بتوع التشريعات الحياتية لا لا. ابليس بسبب حكم واحد اضطرب من ملكوت السماوات، وهم رافضين حكم الدين كله من اوله لاخره. لما جينا نقول لهم زمان عايزين ربنا قالوا لنا طب والنايت كلابات بتاعتنا ونوادينا وشهواتنا وملذاتنا، طب عايزين ايه؟ لو عايزين ربنا هاتولنا البديل، ادونا البديل عن الشهوات دي. النهارده هما اللي جايين يقولوا مش عايزين ربنا، مش عايزين شرع ربنا. ما هما ما بيقولكوش انتوا لا، ده بيقولوا ربنا لا. مش عايزين ربنا والعياذ بالله. طب ادونا البديل، ادونا البديل. هاتولنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الارض احكم من ربنا نمشي وراه. هاتولنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الارض اعلم من ربنا نمشي وراه. هاتولنا واحد من 6 مليار واحد اللي على وجه الارض ارحم بينا من ربنا نمشي وراه. هاتولنا البديل، فين البديل بتاعكم؟ العلمانيين اذكياء، اذكياء قوي، بيصعبوا عليا والله يا جماعة، اذكياء جدا، بس للأسف منهجهم مش مساعدهم خالص. احنا منهجنا كبير قوي، كل ما نقول هات يجيب، كل ما تحصل نازلة بيدي. 1400 سنة العلماء بيطلعوا لسه ما خلصوش. منهجهم غريب، منهجهم غلبان، فقرة يا عيني فقرة، بيقلدوا الغرب اللي اضعف عصور في حياتهم كانوا لما مشوا ورا الدين، واحنا اقوى عصور في حياتنا لما مشينا ورا الدين. عايزين نقنع الناس بالجوهرة، عايزين نبقى مع بعض، عمرك ما هتمشي لوحدك. ربنا بيقول اهدنا، بتقول اهدنا ليه؟ لانك مش هتوصل لربنا لوحدك. ربنا بيقول وثق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرة. ليه زمر؟ محدش بيدخل الجنة لوحده. ليه؟ لان اللي كانوا ماشيين لوحدهم وقعوا معرفوش يوصلهم. مش هتدخل الجنة غير مع ناس، شوف مين اللي هتدخل الجنة معاهم. ربنا بيقول واركعوا مع الراكعين، لانك مش هتقدر تثبت غير مع اعوان على الحق. ربنا بيقول الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الصابرين، مش يحب الصابر والمحسن والمتقي، لانك عمرك ما هتقدر ترتقي لوحدك، محتاجين ربنا. بكرة ان شاء الله اول معركة بين الاسلام والعلمانية، اول معركة بكرة. العلمانية واخدينها قضية حياة وموت، لانهم عاملين زي الطالب اللي عارف انه لو دخل الامتحانات هيسقط، فعايز الدفعة كلها تسقط. اياكش تولع، اياكش لو قلنا لا يحصل انهيار اقتصادي ويحصل انفجار سياسي ويحصل حكم عسكري والامن القومي يهدد والكل حاجة تنهار، بس فيها يخفيها. انا لسه مش جاهز انزل دلوقتي، ولا عمرهم يبقوا جاهزين، ده هم مش فاهمين حاجة. ده عاملين زي الطالب اللي ما ذاكرش فبيأجل 6 شهور، يقوم قبل 6 شهور ما ذاكرش يأجل. ولو بعد 100 سنة لا بقاء الا للاسلام ولا عزة الا للاسلام. بكرة يا اخوان ان شاء الله محدش يقول انا انزل اقول نعم، لان ده كلام يعني ايه، كلام غريب يعني. لا، كل واحد منكم يجيب 10
بس مش 10 ملتحين، مش 10 منقبات، 10 ما حضروش قبل كده في مؤتمر ولا في درس. كل واحد منكم قدام ربنا يجيب 10 بكرة عشان يقولوا نعم للتعديلات الدستورية اللي هي حقيقة بالنسبة لنا مش معناها موافقة على كل حاجة، ولكن معناها ان البلد تتزقل قدام وندخل في مرحلة اسلمة المجتمع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. ثواني يا اخوان، ثواني. جزا الله خيرا شيخ الدكتور حازم شمام خير الجزاء، فكلامه السحر الحلال لو انه لم يجني قتل المسلم المتحرز، إن طال لم يملل وإن أوجزته، ود المحدث أنه لم يجزي. وأنا أقول هذه الحرب بين العلمانية وبين الإسلام تجدها في من يقولون نعم ومن الذين يقولون لا. الذين يقولون نعم كل مؤسسات الدولة الدينية، المؤسسات الدينية، الأزهر، الجماعات الإسلامية، الإخوان المسلمون، السلفية، الدعوة السلفية، أنصار السنة المحمدية، كل الجماعات الإسلامية تقول نعم. الأحزاب كحزب الوسط، الأحزاب حزب العمل، كذلك أيضا الدكتور نصر فريد واصل، الشيخ أحمد المحلاوي، الدكتور رفيق سعيد، وهذا قبطي، المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة اسكندريه، الدكتور عبدالله الاشعل استاذ القانون الدولي والسفير السابق، الكاتب المفكر فهمي هويدي، في واحد انا ما احبش اقول اسمه اللي هو يحيى الجمل، ولكن دوت يقول انا مش معاها بس هقول يعني عشان ما يخالفش رئيسه رئيس الوزراء، هذا نفاق سياسي بيقولها، انما قال الدكتور محمد سليم العوض، المستشار فؤاد رشاد رئيس محكمه استئناف القاهره، المستشار عبد العزيز ابو عيانة وكيل اول نادي قضاة. اذا الاسلاميون والعقلاء من هذه الامة يقولون نعم. مين اللي بيقول لا؟ النصارى قاطبة بجميع الطوائف، ارثوذكس، كاثوليك، بروتستانت، الليبراليون والعلمانيون، حزب الوفد الليبرالي، حزب التجمع الشيوعي، حزب الجبهة الديمقراطية بتاع أسامة الغزالي حرب، واللي أعلن الجميع كلهم مش عايزين المادة التانية، ولما لقوا إن التعديلات ما فيهاش مادة تانية محدش جه جنبها قال لك لا، يا إحنا المادة دي. البرادعي مبعوث العناية الأمريكية اللي نطلنا بالباراشوت يقول لك أنا عايز أمسك مصر. أصلا في ديننا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا لنولي هذا الأمر أحدا طلبه. اللي يطلب الإمارة في الإسلام لا يعطاها. ده أول مجلة قال لي أنا جاي عشان أحكمكم، أنا اللي دمرت العراق، أنا اللي عملت كل، أنا اللي جاي دلوقتي أحكمكم، ومعلش وإن كنتوا أغلبية إنما الأقلية الأقباط لهم حق عندي إن أنا أشيل لهم المادة التانية، فعذرا لهذا الموقف بس اقبلوني. كل العلمانيين وقفوا صفا واحدا. ابن عباس عندما سئل عن الغناء أحلال أم حرام قال أرأيت، قال للسائل يوم القيامة إذا جاء الحق وجاء الباطل أيهما يكون معه الغناء؟ قال مع الباطل. ما أنا مش هقعد أسمع أغنية في المسجد في الاعتكاف بدل ما أجيب قرآن أسمعه ولا أقرأ، هقوم جايب شريط لواحد ولا سيدي أقعد أسمع قرآن في الغناء جوه. قال مع الباطل، دي مش محتاجة نقاش. قال اذهب فقد افتيت نفسك. انت بص مين اللي بيقول لا؟ علماني ونصران. مين اللي بيقول كل علماء المسلمين، كل علماء المسلمين. اذا انت هتحط صوتك مع مين؟ موزعين ورق بيقول لك يا جدعان اهي عنوانها، يا جدعان عايزين ايه؟ يا جدعان كنا عايشين في قهر وظلم وديكتاتورية، دول ما شافوش لا قهر ولا ظلم ولا ديكتاتورية، بس ماشي عايزين في الاخر، وعملنا ثورتنا شكرا عشان نعيش في حرية، قصدهم في انحلال وحرية من الدين وحرية من قيود الدين اللي بيقول عليها حرية الكفر والعربدة، حرية ان اللي يمشي يبص بعض على البحر، وان اللي يعمل اي حاجة محدش يكلمه مفيش بوليس اداب، كلام ده كلام فارغ بالنسبة لهم. حرية ان المدون يسب الله
ويصب النبي صلى الله عليه وسلم وامريكا تسند من ورا وهو حد يجي جنب دول. حريه اللي يعبدوا الشيطان ويروح مكتبه اسكندريه تفتح لهم الابواب وتتقفل عليهم القاعات عشان ما حدش يكلمهم، هي دي الحريه. بس ما حدش يضحك علينا ويسرق الثوره. وبقى اي شاب ماشي عمله شويه جن في شعره يقول لك انا من شباب الثوره والثوره دي بتاعتنا احنا. كل دولت بقى اي حد ماشي احنا شباب الثوره. طيب بس عايزين نوضح حاجه، هم هيقولوا نعم ليه؟ انا هقول لك هيقولوا نعم ليه؟ هنقول نعم لان الماده لم يستفت عليها اصلا، انما لو قلت استفتاء جديد دستور جديد يبقى اول حاجه المواطنه. الباب الاول بند الاول، البند الماده الثانيه الشريعه. ايه رايك يا سويرس؟ ما ده كان في لجنه الحكماء. سويرس اللي القناه كانت بتقفل وقناته هي مفتوحه. سويرس اللي قال لك لو حد قال لي جزمه هديله بالجزمه. سويرس اللي قال لك هترجعونا زي ايران وتقولنا شريعه. سويرس اللي قال لك طول ما كلمه الاسلام هو الحل موجوده ما خلمش اي حد. وانا هقف رئيس للجمهوريه هرشح نفسي عندا في الاخوان، اخذ تصريح امبارح. سويرس اللي قال بالفم المليان مش عايزين حاجه اسمها اسلام وماده ثانيه. ودفع فلوس للاعلام والجرايد وكل عمال يتكلم ويطبل ويصفق لسويرس عشان ايه؟ الثبات على المبلغ. الثبات على المبلغ. سويرس معاه فلوس. قال لك معاه توقيعات هخلي الناس تطلع عشان ما يصوتوش على الماده الثانيه. سويرس طلع البوادعي راح لشنوده الكنيسه اللي ما تخافش هظبطكم. القباط مشكلته وانا حلها لهم. طلع لنا واحد تاني بتاع التجمع في قناه الجزيره مباشر يقول لك احنا مش طالع الكلام ده، مفيش حاجه اسمها دين. الدوله الدينيه دي دوله هزيله. هم دول اللي طلعوا. فبيقول بنقول ان اول حاجه ان الماده، طب انتوا عايزين ايه؟ جاب لهم الحل يحيى الجمل. قال لهم يا جماعه انا هريح وقدمت المستشار طارق البشري هشيل كلمه الالف واللام. هيسوي الاسلام بغيره. قالوا تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذ نسويكم برب العالمين. هيخليه مصدر من المصادر مع احترام بقيه تشريعات اهل الكتاب. ودي طبعا ليها تحفظ لان انا عايز حد من اهل الكتاب يقول لي ايه تشريعه. اتحدى واحد يقول لي احنا تشريعنا خدوه عندكم في الحسبان، هقول له على العين والراس بس هات لي التشريع. هو في تشريع؟ يجيبوا لنا تشريع واحد هو الطلاق والجواز ومالناش دعوه بيه، عملوا مع حالكم. هاتوا لنا تشريع. دعم لقيصر لقيصر وامر الله ان الناس بتحكم باي حاجه. فمش فارقه معاهم. انما تقول عشان تشريعات الناس الثانيه يجيبوا لنا الناس الثانيه التشريع بتاعهم. بعد كده بيقول لك ايه؟ تاني حاجه الاستقرار اللي شيخنا اتكلم عنه. ولا الجيش مش هيسيب السكنات بتاعته ويفضل قاعد معانا ويلف ورا المجرمين والبلطجيه. ما لازم يبقى في استقرار. دي نقطه ولا لا مش مهم؟ الامن. من بات امنا في صلبه معافا في جسده عند وقوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. طب ما فيش امن، ما فيش دوله، ما فيش دوله. بعد كده ان هو يقول لك احنا عايزين كمان سنه يعملوا انتخابات برلمانيه. ليه؟ قال لك عشان لو جه انتخابات رئاسيه الاول، انتخابات برلمانيه الاول مفيش غير الاخوان اللي موجودين. طب مش انتوا قلتوا هنحتكم من صناديق الاقتراع؟ الاخوان وانتم معادله واحده موجوده، يا انتوا يا هم. شوف انتوا عند الناس ايه وهم عند الناس ايه. انتوا لازم بالتزييف، ما دي انتخاباتنا فيها. هم يلعبوا لما كان مع الحزب يقول لك تزوير. طب دلوقتي مفيش تزوير، مشكلتكم ايه؟ اصل احنا فشله. طب واحنا مالنا؟ احنا مالناش رصيد. طب واحنا مالنا؟ طب دول لهم رصيد ودول الشعب. طب هتعملوا؟ قال لك لا، كاتبين حل لهم هنعملوا دستور جديد هيعملوا 100 واحد. طب هتجيبوهم ازاي؟ انتوا خايفين دلوقتي من الناس الغلابه وبيستخفوا بالشعب وكان الشعب المصري ده غبي هيضحك عليهم الاخوان. فشعب غير مؤهل انه يستفتى. طيب هتجيبوا الميه ازاي؟ قال لك هنعمله. بيسالوا البلدعي، ايه يا استاذ بلدعي؟ هتجيب المية ازاي اللي هيعملوا الدستور الجديد؟ بالانتخاب ولا بالتعيين؟ قال لك لا، المجلس الاعلى يعينهم. طب انت مش عاجبك اللجنه ديت عشان المجلس الاعلى معينها. ما اللجنه اللي كان فيها يحيى الجمل بتاعت مبارك دي راحت خلاص،
اللجنة الجديدة قالوا ايه ده المجلس اللي معينها عايزينها منتخبة. طب لو قلنا بالانتخاب طب هم اللي هيستفتوا على الاستفتاء بتاع نعم ولا لا واللي انت خايف منه، هم اللي هتقول لهم قولوا لنا المية اللي هيعملوا الدستور، يعني هم عايزين اسلاميين هيختاروا برضه اسلاميين. يبقى مشكلتكم اللي انتوا بتمشوا بحركة مفرغة زي الشيخ مصطفى قال لك القط والفار. طب ايه بعد كده؟ قال لك هم الخوف كله من ايه؟ ان هم عارفين ان هم مالهمش رصيد وان الشعب المصري متدين بطبعه، فلو نزل استفتاء في مجلس الشعب الاسلاميين هيكسبوا، الاسلاميين هم اللي هيعملوا بعد كده الدستور. ودي نقطه ثانيه، يقول لك اصل احنا مش عايزين دستور مرقع وبعدين يخوفوا الناس. خلي بالكم الدستور ده دستور مبارك، طبعا دستور اي حاجه فيها كلمه مبارك اللي هي لفظه الجاهليه، الا ان كل امر من امور الجاهليه تحت قدمي موضوع، فكل امر يخص مبارك تحت الاقدام موضوع. فانا يا حبيبي ما الدستور كله هيتغير في الماده 189 مقرر يجتمع الاعضاء ده في التعديل غير المعينين لاول مجلس شعب وشورى اللي هو المجلس المنتخب واللي هيكون كله ناس محترمه الشعب اختارهم. العلمانيين طبعا ما لهمش في الاحترام في حاجه، فما لهمش تمثيل غير بحاجه بسيطه. يعملوا ايه؟ لاعلان نتيجه الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار جمعيه تاسيسيه المنوط بها اعداد مشروع دستور جديد خلال 6 شهور من انتخابهم، وذلك كله وفقا لاحكام الفقره الاخيره من الماده 189. يعني فكره ان يقول لك اصل دستور مرقع دستور حسني مبارك يا عم شكرا هيتباس وتحط على جنب وهنجيبه دستور جديد، يبقى اللي انت عايزه هيتحقق. ايه المشكله اللي بعد كده؟ يقول لك ايه؟ هتوافق ازاي على دستور ملغي وازاي ترجعه تاني من غير ما حد يقول؟ خلاص هيمشي وهيجي لجنه تاسيسيه زي ما اصل ما حدش قرا ده هم قالوا لهم كده. خلي بالكم قولوا لا، قولوا لا عليه بيت بنات معديين ببطارات جينز في المنطقه وعدوا على الشباب في القهاوي. انت هتقول بكره اول امبارح هتقول بكره ايه؟ فعايز قال لها هقول نعم. طب ليه؟ قال لها طب انت هتقول لا؟ لا انا ما اعرفش بس خد الورقه وهتعرف فيها ليه؟ مش عارفين حاجه. فهم قالوا لهم كده وخلاص، قالوا لهم ده حاجه تبع مبارك واحنا بنقول ده مش تبع مبارك. طب ما هو الجيش تبع مبارك، ساكتين ليه؟ هو يقول لك خلي بالكم التعديلات اللي حصلت دي ده حسني مبارك قالها قبل ما يمشي. طب ما حسني مبارك قالها، لان حسني مبارك ساعتها كان بيراضي الشعب، نظام بيترنح وهيقع وهيتعمل فيه زي اللي قبله، التاني مستنيه في جده. فقال لك انا اعمل ايه؟ اللي انتوا عايزينه على كل اللي كان الشعب بيقوله انا موافق عليه، ابني مش هشوف وشه. نائب ادي راجل غلبان لبسه البيجامه ده يا عيني، الراجل ده ظهر عشان يمشي. عمر سليمان ده كان مرشح الاول، حسني يا عيني بقرار قعده اسبوع قعد في البيت. تعالى راجل النائب بتاعه عايزينه تاني. القانون طوارئ خلاص هنلغي الماده بتاعت الارهاب هتشيل. ايه اللي هيحصل؟ اللي ما يكونش فيه موضوع الاشراف القضائي عملنا اشراف قضائي، موضوع المجلس سيد قراره وان محدش يحكم على المجلس ويتقاضى، لا القضاء هم اللي المحكمه الدستوريه العليا او القضاء هم اللي هيقولوا دوت يبتوا في شرعيه العضو. كل اللي عايزينه يتعمل عملوا لكم، فمش دوت النظام اللي كان فاسد بتاعه، دي الحاجات اللي قال عليها بيراضي بيها الشعب، اللي بيراضي بيها الشعب، فده مش نظام مبارك ولا دستور مبارك. اللي بعد كده بيقول لك اصل الايام دي ما ينفعش انتخابات عشان البلطجه والفوضى اللي النظام بتاع الحزب الوطني عايز ينشرها. طب انت لما هتعمل لي المية اللي هيستفتى عليهم هم البلطجه والفوضى مش هتكون موجوده؟ ما هو نفس الواقع، بس في شرطه موجوده بقى وفي جيش وفي ناس هتبقى واقفه في اللجان، والبلطجيه دول كان بيجوا عشان الحزب الوطني ادفع لهم، دلوقتي هيجوا للبلطجيه، فما في ذو فضل الله احنا هنتصدى للبلطجيه. مالكش دعوه بموضوع البلطجيه، هنوقفوا يا اخوه في اللجان يتصدوا للبلطجه دي. ايه مشكلتكم اللي بعد كده؟ قال لك اصل الانتخابات والاستفتاء هم مستعجلين ليه؟ ده ما لهمش دعوه بالامن. نقول لا، لهم دعوه بالاستقرار، لهم دعوه وعوده الجيش، ان البلد يكون ومصر احفظوها، ان مصر ان تضع ضعف الدنيا تراث المسلمين، مصر تقع العالم الاسلامي كله وقع، فبالتالي عايزين الامن لمصر. قال لك لو قلنا نعم
للدستور القديم هيرجع، الدستور القديم هيرجع وكده هندور دم الشهيد. ايه ده يعني ايه كده؟ ايه دم الشهيد حيل؟ ايه دخل دم الشهيد في ان الدستور حيل؟ مين رجع الدستور؟ دستور كل الكلام انه مفيش دستور حيل، ان الدستور دوت خلاص زائل، بس دي مرحله انتقاليه نمشي بيها البلد. على الاقل لما يحصل بعد كده انتخابات هيبقى الوضع مستقر، يبقى عندك رئيس موجود. بعدين انتوا عايزين تعملوا انتخابات مجلس الشعب بعد سنه، ويبقى الاول رئيس الجمهوريه يتعمل انتخابات رئاسه. لو اتعملت انتخابات رئاسه ومفيش مجلس شعب ولا شورى، مين اللي هيعمل الدستور؟ الرئيس. يبقى هو اللي هيفصله. يبقى انتوا بتقولوا هيجيب لنا دكتاتور جديد وفرعون جديد، ده انتوا اللي هتجيبوا لنا دكتاتور جديد وفرعون جديد. لان هو مفيش حد هيقول له احنا بنقول الشعب اختاروا ناس يعملوا دستور. لا، ده الرئيس اللي هيختار ناس تعمل له الدستور. ولو افترضنا ان هيجي دكتاتور وهو الناس مش عارفه قائد ابراهيم من ده التحرير، هو الناس مش هتعرف تطلع تاني؟ ده كل جمعه الناس اخرتها فصحى خلاص، كل جمعه عازمين بعضنا في ميدان التحرير في قائد ابراهيم، والشعب ما بيطلعش خلاص لبد. زي ما الرئيس كان بيلبس في الكرسي، الشعب قاعد في الشوارع مش هنمشي. فاللي مشى دوت يمشي اللي بعده. واللي حصل الاولاني يعني اكيد هيعتبر منه التاني. مش شايف اي حاجه تانيه؟ يقول لك لو وافقنا على التعديلات هندخل البلد في متاهه ملهاش لازمه. ده احنا في متاهه ملهاش لازمه. احنا دلوقتي في متاهه. لما نقول نعم احنا فاهمين نعم ايه اللي هيحصل بعدها، انما لو قلنا لا ضبابيه محدش شايف حاجه. وبالتالي بنقول هو ده الاستقرار، مع اننا مش عايزين الدستور ده كله. ان الحكم الا لله، هو ده اللي احنا عايزينه. ولكن ليس المقدور عليه كالمعجوز عن سدده وقاربه، مش قادر تسدد قارب من السلام. بقي بعد ذلك خلاص كده موضوع الدستور، يبقى كله حيل بكره يا جماعه ان شاء الله. ان شاء الله، بس مش لوحدكم زي ما الشيخ قال، كل واحد بعشرة ان شاء الله. يعني عندنا كانت مسابقه اقيمت يعني المناسبه بتاعتها حضور الشيخ حازم عندنا، فكون هو ياتي ينور مدينه الاسكندريه، فعملنا عشانه هو مسابقه. المسابقه كان السؤال بتاعها من الذي فتح ليبيا للاسف اللي قسمها غزافي زنجه زنجه. فللاسف طبعا هو ماسك امام قائد المسلمين، امام المسلمين وملك ملوك افريقيا وقائد القاده العرب. يعني اذا وصل الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. انا اظن بعد الراجل ده الجميع ينتظر الساعه. هنقول اسماء الفائزين، والشيخ حازم ان شاء الله هيسلمهم الجوائز. الفائز الاول عوض عبد الفتاح. عوض عبد الفتاح ما جاش. الفائز الثاني اسامه السيد احمد. اسامه السيد احمد. هو السؤال كان مين اللي فتح ليبيا؟ حد عارف مين ولا لا؟ مين؟ ده الشفوي التحرير ولا على الجوائز؟ اسامه السيد احمد موجود ولا لا؟ الفائز الثالث مهند مصطفى عصمت. انا شايف ابوه اصلا، ابوه موجود. هو مهند موجود؟ طب تعالى الشيخ مصطفى ياخد مكان ابنه. ما ابوه هيضربه عشان يطلع ويسلم. خلاص مهند يطلع، مهند خد الجايزه. شيخ ادي الشيخ الجايزه. الفائز الرابع محمد علي حسين. محمد علي حسين، محمد علي حسن. مش شايل ايه ده؟ عوض. الفائز الاول عوض. عوض كان نايم. عوض، عوض عبد الفتاح. عليك سكت عوض، مبارك ربنا ينفعك بيه. الفائز الرابع محمد علي حسن موجود. طيب الفائز الخامس عزام، محمد عزام.
عزام اسمه غلط خالص الراجل ده. عزام موجود؟ عزام طيب يا جماعه احنا كده ان شاء الله خلصنا، بس فاضل اخر حاجه اقولها لكم. شوفوا الكارفور، كارفور يا شيخنا هنا 18 مليون جنيه مسروقات رجعوها الاخوه بتوع نادي الصيد. عندنا فرحناها حضانه هنا بسبب المسروقات. الناس رجعت المسروقات دي ازاي؟ لما تقول لهم قال الله وقال الرسول. اما العلمانيين كان منهم حد رجع حاجه؟ لما كان في جيش ولا شرطه حد رجع حاجه؟ مفيش حد بفضل الله هيغير الناس الا دين الله. اطفيح، مين اللي وقفها؟ مين اللي وقف اطفيح؟ فين العلمانيين؟ فين تامر حسني لما دخل كراشوه في التحرير يمشي؟ اللي بيحب تامر، تامر هو وقت تامر ده اللي وقف الكلام؟ المشايخ هم اللي اوقفوا الفتنه. الدين هو اللي هيصلح هذا المجتمع بل والبلاد قاطبه، ولن يصلح هذا اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، وما صلح اولها الا بكتاب الله وسنه رسول الله، بفهم اعلم الناس بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندعو الشباب جميعا للقاء الشهر للطلائع، وذلك ان شاء الله تعالى يوم الجمعه القادم بمسجد الفتح الاسلامي بعد صلاه المغرب. وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله.